حبايبي الغاليين، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله باذن الله يا جماعه هنبدا نتكلم على اللور ليمب اناتومي. اللور ليمب يا دكتور، كلمه لور ليمب معناها طرف سفلي. طب يا دكتور يعني ايه طرف سفلي؟ طرف سفلي اللي هما رجليا الاثنين، انا عندي طرف سفلي يمين وعندي طرف سفلي شمال، رايت لور ليمب وليفت لور ليمب. طب يا دكتور انا عايز ابني مع حضرتك اللور ليمب، عشان نبني اللور ليمب مع بعض لازم، عشان ابني يا دكتور لازم يكون عندي هيكل ابني عليه. هو انا هقدر ابني ازاي من غير ما يكون عندي هيكل؟ فرقم واحد لازم ادرس الهيكل بتاع اللور ليمب. طب يا دكتور هو الهيكل ده بتمثل في ايه؟ الهيكل ده يا حبيبي بتمثل في البون بتاع اللور ليمب، العظم بتاع اللور ليمب هو الهيكل بتاعه. فانا قبل ما ادرس اللور ليمب انا لازم ادرس البون. ليه؟ عشان اجيب البون احط عليه مصل واودي للمصل دي شويه نيرفات وشويه بلاد سبلاي، وبالتالي ايه اقدر يبقى عندي لور ليمب متحرك. فانا عشان ادرس اللور ليمب انا اول حاجه لازم ادرس البون بتاع اللور ليمب. زي ما انت حضرتك شايف الرسمه دي، ده عباره عن لور ليمب، عباره عن طرف سفلي. ده الليفت لور ليمب، الطرف السفلي بتاع حضرتك من قدام. بتكون من ايه يا دكتور؟ بتكون من عظمه الحوض اللي هي الهيب بون، اهي اللي هي دي كلها الهيب بون. تاني حاجة بتكون من عظمة اللي هي أكبر وأقوى عظمة في جسمك اللي هي عظمة الفخذ. بتكون من عظمتين موجودين في الساق اللي هم التيبيا والفيبولا، بعد كده يعني كعب القدم والمين والفوت اللي هي الرجل. ادي يا دكتور اللور ليمب. طب انا بقى هعمل ايه؟ انا اول يا حبيبي مبدأ اشرح اللور ليمب باذن الله هتكلم لك على البون بتاع اللور ليمب. طب يا دكتور هنتكلم على البون ازاي؟ احنا هنتكلم على البون. انا دلوقتي مثلا هشرح لك مجموعه عضلات، فانا هشرح العضلات دي ماسكه في ايه؟ ماسكه في عظم، يبقى انا هشرح لك العظم بتاع العضلات دي. يبقى احنا هنبدا كده ان شاء الله باذن الله عشان الناس تعرف السيستم بتاعنا في اللور ليمب. انا هبدا اشرح اللور ليمب. انا دلوقتي مثلا بتكلم على مجموعه عضلات بتوع الجلوتيال ريجون، فهديك العظم بتاع الجلوتيال ريجون بس، بحيث ان انا وانا بشرح العضلات تبقى انت فاهم العظم بتاعها. هنقل مثلا على منطقه تانية وليكن هشرح مثلا الفرنت بتاع الساي، فهبدا اشرح لك البون بتاع الفرنت بتاع الساي وهكذا. يعني مش هديك الهيكل، مش هديك البون كله على بعضه عشان دماغك ما تتوهش، وعشان وقت ما اجي اشرح المصل اللي موجود على العظم ده ما تكونش انت اصلا نسيت البون. يبقى هنمشي جزء جزء كده. فاول عظمه يا دكتور هشوفها في اللور ليمب هي اكيد عظمه الحوض اللي هي الهيب بون. عظمه الحوض، عظمه الحوض دي يا جماعه اللي هي الهيب بون، انا اول ما ادخل على اي عظمه لازم اول حاجه يا دكتور اعرف فين رايت وفين ليفت. يعني العظمه دي في جسمي، العظمه دي شمال ولا العظمه دي يمين؟ اول حاجه دي لازم اسال نفسي السؤال ده. اول ما اشوف اي عظمه لازم اعرف العظمه دي يمين ولا شمال. فعشان اعرف اي عظمه يمين او شمال بسال نفسي يا دكتور ثلاث اسئله. بسال نفسي ثلاث اسئله، فين انتيريور وفين بوستيريور؟ يعني مين قدام ومين ورا؟ مين ميديال ومين لاترال؟ يعني مين ميديال ومين لاترال؟ فين ابر يعني فين فوق، وفين لور يعني فين تحت؟ دول الثلاث اسئله اللي انا بسالهم لنفسي اول ما اشوف اي بون، اول ما اشوف اي عظمه. مين ميديال ومين لاترال؟ مين انتيريور ومين بوستيريور؟ مين ابر من لور؟ وبالتالي اقدر احدد العظمه دي رايت ولا ليفت. طيب يا دكتور لما جيت ابص على الهيب بون دي انا لقيت ان الهيب بون دي يا دكتور مكونه من ثلاث اجزاء. مكونه من كام جزء؟ مكونه من ثلاث اجزاء. فين يا دكتور الثلاث اجزاء دول؟ انا شايفها كلها على بعضها عظمه واحده اهي. لا، العظمه دي وانا في جسمي وانا طفل صغير العظمه دي كانت عباره عن ثلاث عظمات، والثلاث عظمات دول ماسكين مع بعض الكارتليج. عند سن البيوبرتي، عند سن البلوغ اللي هو تقريبا سن 15 سنه، بيبدا الكارتليج ده يختفي ويتحول لبون، يتحول لعظم، وبالتالي العظم الثلاث اجزاء يلحموا مع بعض ويعملوا لي عظمه واحده اللي انا سميتها هيب بون. يبقى دي ما كانتش عظمه واحده، ده دي كانت ثلاث عظمات مع بعض. ايه يا دكتور بقى الهيب بون؟ اول حاجه لقيت ان الهيب بون بتتكون من جزء فوق اهو، الجزء الكبير ده يا دكتور اللي فوق كل ده، الجزء الكبير ده يا دكتور اللي فوق، كل الجزء اللي فوق ده كده على بعضه اسمه الياك بون. اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه الياك بون. تاني حاجه يا دكتور لقيت ان العظمه دي بتتكون من جزء القدام والتحت. الجزء ده يا دكتور من العظمه لقيته طالع لقدام اهو بس موجود تحت، فده الانترو انفيريور بارت.
انترو يعني قدام، انتيريور، وانفرو يعني انفيريور يعني تحت، سميته البيوبيك بون. فين يا دكتور البيوبيك بون؟ اهي، ادي البيوبيك بون اهي يا حبيبي، دي كده البيوبيك بون اللي انا ماشي عليها الارتري، اللي انا ماشي عليها الارتري دي هي البيوبيك بون اهي، كل دي كده على بعضها اسمها ايه؟ اسمها بيوبيك بون. بعد كده لما بصيت يا دكتور ورا البيوبيك بون، كلمه ورا يعني بوستيريور، فالجزء ده هو البوسترو انفيريور بون او البوسترو انفيريور بارت. كلمه بوسترو انفيريور يعني الجزء اللي تحت والمين والورا، الجزء اللي تحت اهو والورا، سميته ايه يا دكتور؟ سميته الاسكيام. يبقى العظمه دي كده يا دكتور اسمها ايه؟ بص العظمه دي كده اهي، العظمه اللي انا بمشي عليها الارتري دي كلها على بعضها اسمها ايه؟ اسمها اسكيام. العظمه دي اسمها اسكيام. يبقى انا لحد دلوقتي قلت ان الهيب بون بتتكون من 3 بارتس، 3 اجزاء. اول جزء، الجزء الكبير ده يا دكتور، الكبير خالص ده، سميته الياك بون. الجزء الانترو انفيريور يعني اللي تحت والقدام سميته بيوبيك بون. الجزء اللي ورا البيوبيك بون اللي هو البوسترو انفيريور بارت ده سميته اسكيام. تعال بقى ندرس جزء جزء من دول. اول جزء هتكلم عليه اللي هو الالياك بون. والله يا دكتور لما مسكت الالياك بون دي، الالياك بون دي لما مسكتها لقيت ليها 3 بوردر، ليها 3 حراف. ادي انتيريور بوردر قدام سعادتك اهو، وادي بوستيريور بوردر انت ما انتش شايفه اهو، ادي انتيريور بوردر انت شايفه وبوستيريور بوردر انا ماشي عليه من ورا اهو انت مش شايفه، عايز تشوفه اهو، ادي البوستيريور بوردر اهو، وليها ابر بوردر لفوق اهو. يبقى الالياك بون دي ليها كام بوردر؟ 3 بوردر. ابر بوردر، سوري، انتيريور بوردر اهو، ابر بوردر اهو، بوستيريور بوردر من ورا اهو، عايز تشوفه اهو، لفيت لك العظمه من ورا عشان تشوف البوستيريور بوردر. يبقى لها كام جزء؟ 3 بوردر، انتيريور، ابر، بوستيريور بوردر. طب يا دكتور لما جيت ابصيت على الانتيريور بوردر بتاع الهيب بون لقيت ان انا في عندي بروز عظمه بارزه اهي. العظمه البارزه دي يا دكتور والله دي عظمه بارزه لقدام شبه الشوكه، فسميتها سباين. طب يا دكتور الشوكه دي موجوده فوق وقدام، فوق وقدام، ده كلمه قدام يعني انتيريور وفوق يعني سوبيريور، وموجوده على عظمه الاليم فسميتها انتيريور سوبيريور الياك سباين. انتيريور لانها قدام، سوبيريو لانها فوق، الياك لانها موجوده على عظمه الاليم، وسباين لانها شوكه فسميتها انتيريور سوبيريور الياك سباين. بعد كده مشيت تحت الانتيريور سوبيريور الياك سباين لقيت كمان شوكه هنا يا دكتور. الشوكه دي موجوده ايه؟ موجوده فوق، موجوده قدام وتحت، قدام يعني انتيريور وتحت يعني انفيريور، وموجودة على عظمة اسمها إليم وشوكة فتبقى سباين، فسميتها أنتيريور إنفيريور إلياك سباين. يبقى على الأبر بوردر، يبقى سوري، على الأنتيريور بوردر بتاع الإليم لقيت كام بروز؟ 2 يا دكتور. لقيت كام شوكة؟ 2، أنتيريور سوبيريور إلياك سباين وأنتيريور إنفيريور إلياك سباين. ده على الأنتيريور بوردر. لفيت يا دكتور على البوستيريور بوردر أهو. ادي البوستيريور بوردر بتاع عظمه الاليم يا دكتور. لقيت على البوستيريور بوردر كمان سباين موجود فوق، بس موجود بوستيريور يعني ورا، فسميته بوستيريور سوبيريور الياك سباين. بوستيريور لانه ورا، سوبيريور لانه فوق، الياك لانه موجود على عظمه الاليم، وسباين لانه شوكه بتغز. تحت البوستيريور، تحت البوستيريور سوبيريور الياك سباين مشيت بالارتري يا دكتور لقيت نفسي وصلت لكمان شوكه اهي، كمان بروز اهو، بص كمان بروز اهو. البروز ده موجود بوستيريور وموجود تحت على عظمه الاليم فسميته بوستيريور انفيريور الياك سباين. بوستيريور انفيريور الياك سباين. يبقى انا لحد دلوقتي يا دكتور في عظمه الهب انا خدت اول جزء اللي اسمه الاليم، وعرفت ان ليه 3 بوردر، انتيريور بوردر عليه انتيريور سوبيريور الياك سباين وعليه انتيريور انفيريور الياك سباين، وعرفت ان ليها بوستيريور بوردر
عليه بوستيريور سوبيريور الياك سباين وبوستيريور انفيريور الياك سباين، فاضل لي الابر بوردر. لما جيت يا دكتور بصيت على الابر بوردر بتاع عظمه الاليوم لقيته واخد شكل الهلال. بص امشي كده اهو، هيرسم لي نص دايره، او مش نص دايره كامله كمان، ده حاجه كده سيمي ليونر، فشكل الهلال، فسميته كريست، سميته كريست، كلمه كريست يعني هلال. طب يا دكتور هو الكريست ده موجود فين؟ موجود على عظمه الاليوم يا حبيبي، فهسميه الياك كريست، سميته الياك كريست. طب يا دكتور لما جيت بصيت على الالياك كريست ده اهو، لقيت يا دكتور ان الالياك كريست ليه تلات اجزاء، اول جزء اهو، وتاني جزء اهو، وحته في النص ما بينهم. تاني لما جيت يا دكتور بصيت على الالياك كريست لقيته مكون من تلات اجزاء، في شفه بره اهي من بره، ما هو ده كده الاوتر سيرفيس. ليه يا دكتور؟ لان عظمه الفيمر اللي هي عظمه الفخذ هتمسك هنا كده عشان تعمل لي مفصل الحوض، ما هو مفصل الحوض بيتكون هنا، فده كده الجزء الخارجي، ده كده الاوتر سيرفيس او اللاترال سيرفيس بتاع العظمه. فلقيت شفه موجوده على الالياك كريست من عند الاوتر سيرفيس اهي، سميتها اوتر ليب. سميتها ايه؟ سميتها اوتر ليب. وشفه موجودة من جوه من على الانر سيرفيس اهو، من على الانر سيرفيس، فسميتها انر ليب، انر ليب. طب يا دكتور ما بين الاوتر ليب وما بين الانر ليب في شفة في النص اهي، سميتها انترميديت ليب. يبقى دلوقتي الالياك كريست من ناحية بره ليه اوتر ليب اهي، من ناحية جوه ليه انر ليب اهي، ما بين الاوتر ليب والانر ليب في شفه تخينه في النص اهي، سميتها انترميديت ليب، سميتها انترميديت ليب. ده كده الالياك كريست. يبقى انا كده يا دكتور خلصت الثلاثه بوردر بتوع عظمه الاليوم، الانتيريور بوردر، الابر بوردر، البوستيريور بوردر اللي ورا ده اهو. بعد ما خلصت البوردر بصيت على دكتور على عظمة الإليوم لقيت إن ليها اتنين سيرفيس، سيرفيس أهو اللي هو السطح ده كده كله كده على بعضه اسمه سيرفيس، الحتة دي كده اسمها سيرفيس، ولقيت ليها سيرفيس من بره أهو، الحتة دي كلها يا دكتور اسمها سيرفيس. يبقى آدي سيرفيس أهو وآدي سيرفيس أهو، السيرفيس ده يا دكتور جوه، فمنطقي إن أنا أسميه إنر سيرفيس، والسيرفيس ده يا دكتور من ناحيه بره اللي عرفني، لان الفتحه دي هتمسك فيها عظمه الفخذ، فيبقى كده الهيب بون محطوطه كده في جسمي، فعظمه الفخذ هنا كده، فده كده ناحيه بره، فانا كده ناحيه بره، فسميته اوتر سيرفيس. طب يا دكتور ايه مواصفات السيرفيس ده؟ والله مش يا حبيبي الانر سيرفيس ده كده ناحيه جوه، مين اللي موجود جوه الحوض؟ ده الجينيتال اورجان يا دكتور، الاعضاء التناسليه سواء للذكر او للانثى هي اللي موجوده جوه هنا، الاعضاء التناسليه موجوده جوه في المنطقه دي، ايدي دي كده هي الاعضاء التناسليه موجوده هنا كده، فالسيرفيس ده يا دكتور يعتبر مواجه للاعضاء التناسليه، فاقدر اسميه بلفيك سيرفيس، هقدر اسميه بلفيك سيرفيس. طب يا دكتور اللي بره ده انهي سيرفيس؟ ده الاوتر سيرفيس. مين يا دكتور الاوتر سيرفيس؟ الاوتر سيرفيس ده بتاع منطقه الباتوك اللي هي الجلوتيال ريجون، فسميته الجلوتيال سيرفيس، سميته جلوتيال سيرفيس، الاوتر سيرفيس او جلوتيال سيرفيس، انر سيرفيس او بلفيك سيرفيس. وعرفنا ليه سميته بلفيك؟ لانه جوه مواجه للبلفيك اورجان، وده عرفت ليه سميته جلوتيال؟ لانه بره مواجه الجلوتيال ريجون او ماسك فيه العضلات بتاعه الجلوتيال ريجون. يا دكتور لما جيت بصيت على الجلوتيال سيرفيس او الاوتر سيرفيس لقيت عليه ثلاث خطوط، ادي واحد اثنين ثلاثه، في ثلاث خطوط يا دكتور موجودين على الاوتر سيرفيس بتاع عظمه الاليوم او على الجلوتيال سيرفيس. ايه يا دكتور الخطوط دي؟ والله الخط ده موجود ناحيه ورا، مش دون كان البوستيريور بوردر؟
مش ده يا دكتور كان البوستيريور بوردر بتاع عظمة الاليوم، فلقيت خط موجود عند البوستيريور بوردر موجود على الجلوتيال سيرفيس، فمنطقي جدا اسمي الخط ده بوستيريور جلوتيال لاين، بوستيريور جلوتيال لاين. بعد كده لقيت كمان خط اهو يا دكتور، الخط ده قدام البوستيريور جلوتيال لاين، فسميته انتيريور جلوتيال لاين او ميدل جلوتيال لاين. يعني الاسمين صح، يا اما تقول عليه انتيريور جلوتيال لاين يا اما تقول عليه ميدل جلوتيال لاين، اللي يريحك قوله. بعد كده لقيت خط كمان يا دكتور اهو بس نازل لتحت، وكلمه تحت يعني انفيريور، فسميته انفيريور جلوتيال لاين، انفيريور جلوتيال لاين. يبقى تاني الجلوتيال سيرفيس بتاع عظمه الاليوم عليه ثلاث خطوط، خط موجود ناحيه بوستيريور سميته بوستيريور جلوتيال لاين، خط موجود في النص فسميته ميدل جلوتيال لاين، او لو عاوز اوصفه بالنسبه للبوستيريور فهو قدام البوستيريور فسميته انتيريور جلوتيال لاين. بعد كده خط نازل لتحت وتحت يعني انفيريور فسميته انفيريور جلوتيال لاين. الثلاثه جلوتيال لاين يا دكتور قسموه للجلوتيال سيرفيس لعده مناطق، كل منطقه من دول بيطلع منها عضله من عضلات الجلوتيال ريجون اللي هنشرحهم كمان شويه باذن الله. طب يا دكتور الانر سيرفيس من جوه ده عليه ايه؟ الانر سيرفيس ده يا دكتور لقيت عليه فصه مكان ديبريشن اهو. بص دي عامله ازاي؟ اي حاجه في جسمي، اي مكان في جسمي هحط فيه ايدي وايدي تعمل المنظر ده كده، اللي هو المنظر ان اللي ايدي واخده ديبريشن كده، هسميه فصه. طالما ايدي عامله كده هسميه فصه اهو. انا ايدي مش كده، انا ايدي مش مستقيمه، ايدي مش استريت كده، ده ايدي عامله كده، عامله كده، فالمكان الديبريشن ده سميته فصه اهو. فسميت يا دكتور الفصه دي موجوده على عظمه الاليوم فسميتها الياك فصه، سميتها الياك فصه. يبقى المكان ده اسمه ايه؟ اسمه الياك فصه. يا دكتور لما رجعت ورا كده على الالياك فصه لقيت حته معرجه كده، شايف الحته دي؟ الحته اللي موجوده ورا ادي الالياك فصه اهي، ورا الالياك فصه، انا كده رايح ناحيه البوستيريور اهو، ورا الالياك فصه لقيت حته معرجه كده، الحته دي سميتها الياك تيوبروستي، سميتها الياك تيوبروستي، سميتها الياك تيوبروستي. خلي بالك ان الالياك تيوبروستي دون هو اللي هيتحد مع عظمه السكرم، مع العظمه دي، العظمه دي اسمها سكرم بون. ايه اللي بيحصل؟ ادي البلفيك سيرفيس بتاع عظمه الاليوم عليه حاجه اسمها الياك تيوبروستي، اللي عظمه الاليوم هتمسك فيه. شفت المنظر عامل ازاي؟ لو انا عايز احط الهيب بون هنا كده هحطها بالمنظر ده. شفت الاسيتابيولم اهو، الكره اهي، وادي عظمه الفيمر هتمسك هنا كده. ادي انتيرو قدامك انت شايفه اهو، واللي ورا ده بوستيريو انت ما انتش شايفه، ده كده الجزء اللي بره اهو. بص انا كده بره اهو، بص ادي كده انا جزء بره كده، عشان كده سميت ده اوتر سيرفيس او جلوتيال سيرفيس، وادي ده الجزء اللي جوه، المفروض الجينيتال اورجان تكون هنا، فعشان كده سميت ده بلفيك سيرفيس او انر سيرفيس. طب يا دكتور شفت الحته دي اهي، هي دي الحته، ده الالياك تيوبروستي يا دكتور، ده الحته اللي هتعمل ارتكيوليشن او هتمسك مع مين؟ مع عظمه السكرم، فسميتها اوريكولار سيرفيس اوف سكرم، سميت الحته دي الاوريكولار سيرفيس. يعني ايه؟ يعني الجزء اللي هيعمل ارتكيوليشن مع عظمه مين؟ مع السكرال فيرتيبل او السكرم بون. ادي كده الالياك بون. انا كده خلصت اول جزء من اجزاء الهيب بون اللي اسمه الياك بون. سريعا هنرجع على الياك بون. والله يا دكتور الالياك بون ده الابر اكستندد بارت بتاع الهيب بون، ده الابر اكستندد بارت بتاع الهيب بون، ده الجزء اللي فوق المفلطح، الجزء الواسع في الهيب بون اهو، الابر اكستندد بارت بتاع الالياك بون. لما جيت بصيت عليه يا دكتور لقيته انه عباره عن ثلاثة بوردر، انتيريور بوردر، بوستيريور بوردر انا مش شايفه، وابر بوردر. عايز تشوف البوستيريور بوردر يبقى لف العظمه، هتشوف البوستيريور بوردر زي العسل اهو. لما جيت بصيت
على الانتيريور بوردر، لقيت ان انا عندي شوكه موجوده فوق وقدام، فسميتها انتيريور سوبيريور الياك سباين لانها موجوده على عظمه الاليا، فتستحق لقب الياك. بعد كده شوكه موجوده تحت اهي، تحت وقدام، فسميتها انتيريور انفيريور الياك سباين. لما لفيت على البوستيريور بوردر لقيت عليه شوكه موجوده ورا وقدام، سميتها بوستيريور سوبيريور الياك سباين. وكمان شوكه اهي موجوده ورا وتحت، فسميتها بوستيريور انفيريور الياك سباين. لما بصيت على الابر بوردر لقيت ان انا عندي كريست هلال، سميته الياك كريست. الالياك كريست ده مكون من ثلاث اجزاء، مكون من شفه ناحيه بره اهي سميتها اوتر ليب، وشفه ناحيه جوه اهي سميتها انر ليب، وفي ما بينهم شفه تخينه اهي سميتها انترميديت ليب. كلمه انترميديت يعني اللي في النص، اللي ما بين الاوتر وما بين الانر. بعد كده لقيت ان الالياك بون يا دكتور ليها تو سيرفيس، ليها انر سموث سيرفيس ناعم. طب ليه يا دكتور ناعم؟ مش انا يا حبيبي لسه قايل لك ان البلفيك اورجان والجينيتال اورجان الاعضاء التناسليه بتكون موجوده هنا؟ هل يصح وهل يعقل ان ربنا يخلق السيرفيس ده رف او ريجيد يعني خشن؟ لو خشن هيعور الاورجانز اللي هنا، ده الاورجانز اللي هنا كلها اورجانز حساسه، الجينيتال اورجان كلها اورجان حساسه، ما ينفعش ربنا يعمل السيرفيس ده خشن، لازم يعمله سموث ناعم او طري. بعد كده لقيت ان في اوتر سيرفيس اهو سميته جلوتيال سيرفيس، لان لقيت عليه ثلاث خطوط، الثلاث خطوط دول يا دكتور خط موجود ناحيه البوستيريور بوردر اهو سميته بوستيريور جلوتيال لاين، وخط موجود قدامه فسميته انتيريور او ميدل جلوتيال لاين، وخط موجود تحت اهو سميته انفيريور جلوتيال لاين. قسموا لي الجلوتيال سيرفيس بتاع عظمه الاليا من ثلاث اجزاء، واحد اثنين ثلاثه، هيطلع من كل جزء عضله من عضلات الجلوتيال ريجون اللي لسه هنعرفهم. بعد كده يا دكتور ادي الالياك بون، انا كده خلصت الالياك بون. طيب بعد ما خلصت الالياك بون يا دكتور تعالى بعد اذنك يا دكتور عرفني بقى مين هو الانترو انفيريور بارت. ادي عظمه الهب اهي، الجزء ده الجزء ده قدام وتحت، العظمه دي قدام وتحت، فسميتها البيوبيك بون. خلي بالكم يا جماعه انا ما بشرحش العظم بالتفصيل، انا بقول لك في العظم اللي هحتاجه منك في شرح العضلات دلوقتي، وكل ما ناخد شويه عضلات يعني كل ما نخش في ريجون معينه في اللور ليم هديك العظم بتاعها بالتفصيل بقى. انا دلوقتي كلمتك بالتفصيل الممل عن عظمه الاليم، ليه؟ عشان انا هحتاجها كمان شويه في شرح العضلات، لكن البيوبس والاسكم مش هقولها لك بالتفصيل قوي لان مش محتاجها قوي دلوقتي، بس عشان تبقى عارف عنها خلفيه. يبقى الجزء الانترو انفيريور ده سميته بيوبيك بون، سميته ايه يا دكتور؟ سميته بيوبيك بون. لما جيت يا دكتور بصيت على البيوبيك بون لقيت ليها جسم اهو، الحته دي يا جماعه ده الجسم، ده كده البادي بتاع البيوبيك بون، ده الجسم البادي. البادي ده يا دكتور طالع منه دراعين، دراع طالع لفوق اهو ودراع نازل لتحت اهو، يبقى ادي البادي بتاع البيوبيك بون، ده البادي. لقيت البادي طالع منه دراعين، دراع لفوق اهو ودراع لتحت اهو، الدراع اللي فوق سميته سوبيريور بيوبيك ريمس، سوبيريور بيوبيك ريمس، والدراع اللي تحت ده يا دكتور سميته انفيريور بيوبيك ريمس، انفيريور بيوبيك ريمس. بعد كده لما جيت بصيت يا دكتور على البيوبيك بون دي لقيت ان انا عندي سوبيريور بيوبيك ريمس وانفيريور بيوبيك ريمس. لما جيت ابص على السوبيريور بيوبيك ريمس يا دكتور اهو، مش ده السوبيريور بيوبيك ريمس، بصيت عليه من فوق، شايف حضرتك الخط ده؟ الخط اللي انا بحسس عليه ده اهو، شايف حضرتك الخط ده؟ خط تحس ان هو رف او خط شرب يعني حاد اهو، الخط ده سميته بيكتينيال لاين، سميته بيكتينيال لاين. دكتور انا لما مشيت مع الخط ده كده اهو لقيت حبايه، شايف حضرتك الحبايه دي؟ الحبايه اللي طالعه دي اهي اللي انا صباعي عليها ده اهو، الحبايه دي يا دكتور، الحبايه دي عامله زي التيوبركل فسميتها بيوبيك تيوبركل. يبقى مين الحبايه دي يا دكتور؟ الحبايه دي موجوده على عظمه البيوبس فسميتها بيوبيك تيوبركل، بيوبيك تيوبركل. طيب لما دكتور قلبت على الانفيريور بيوبيك ريمس
لقيت ان انا عندي الجزء ده. عارف مين ده يا حبيبي؟ ده الجزء اللي بيعمل ارتكيوليشن مع عظمه الهيب الثانيه. تعالى كده نبص عليه على الرسمه اهو، الجزء ده ما ادي البيوبس اهي يا جماعه، دي عظمه البيوبك بون اهي. تعالى نحط العظمه كده على الرسمه، العظمه اهي، العظمه هتتحط كده اهي. شفت الجزء ده؟ مش ده يا دكتور عظمه البيوبس؟ مش ده كانت الحبايه اهي اللي هي البيوبك تيوبيركل؟ شفت الجزء ده اهو؟ مين يا دكتور الجزء ده من البيوبس؟ الجزء ده من البيوبس، الجزء اللي هيعمل ارتكيوليشن مع عظمه الهيب الثانيه اهو، عشان يكون الحته اللي كان اسمها سيمفيسيس بيوبس. ده الجزء يا دكتور من عظمه البيوبس اللي هيعمل ارتكيوليشن مع الجزء الثاني اللي قصاده، عشان يكون لي المنطقه دي اللي اسمها سيمفيسيس بيوبس اهو، الجزء ده. طيب ده اللي انا عايزه في البيوبك بون، ده كده مش بالتفصيل، بس ده الجزء اللي انا عايزه في البيوبك بيو في البيوبك بون، او مهم ان انت تكون عارفه واحنا بنشرح. بعد كده يا دكتور لما جيت بصيت على البيوبك بون لقيت ان انا عندي فتحه، فتحه كبيره قوي اهي يا دكتور، دايره او فتحه كبيره اهي يا دكتور. شفت انا مدخل فيها الارتر ازاي؟ اهو فتحه كبيره يا دكتور. خلي بال سيادتك ان الفتحه دي انا هشوفها من كل الفيوهات، يعني سواء خدت لاترال فيو او خدت ميديال فيو او خدت انتيريور فيو او خدت بوستيريور فيو، انا شايف الفتحه دي لانها كبيره، شايفها من كل الفيوهات. سواء صورت العظمه من ناحيه اللاترال اهي، صورت العظمه من ناحيه الميديال اهي، صورت العظمه من ناحيه انتيريور اهي، صورت العظمه من ناحيه بوستيريور اهي، انا شايفها من جميع الفيوهات. ده دي فورامن كبيره قوي يا دكتور، فسميتها اوبتيوريتور فورامن اهي. ادي الاوبتيوريتور فورامن، ادي الاوبتيوريتور فورامن، اوبتيوريتور فورامن اهي. نسبة ان بيعدي فيها نيرف مهم جدا جدا لسه هناخده ان شاء الله، سميناه اوبتيوريتور نيرف. طيب بعد كده يا دكتور لما جيت دكتور بصيت على اللاترال سيرفيس، فين يا دكتور اللاترال سيرفيس بتاع العظمه؟ مش شايفني كده اهو، العظمه محطوطه في جسمي كده، ادي ميديال سيرفيس اللي جوه صح اهو، ده كده ميديال، انا كده ميديال يا جماعه، وكده من بره لاترال. انا عايز اشوف اللاترال سيرفيس يا دكتور اهو، ادي اللاترال سيرفيس بتاع عظمه الهب قدام سيادتك. دكتور انا شايف مين في اللاترال سيرفيس؟ انا شفت حته نوتش اهي، حته مفحوره لجوه كده اهي. الحته دي يا دكتور اللي هينام فيها الراس بتاع عظمه الفيمر، عظمه الفخذ اهي، الراس بتاعتها نايمه جوه الحته دي يا جماعه. ليه؟ عشان تكون لي مفصل الحوض. عايز تشوف منظرها من عينيا؟ حاضر اهو، ادي عظمه الفيمر، ادي الراس بتاع عظمه الفيمر اهي، ادي الراس بتاع عظمه الفيمر اهي. بص الراس هتركب فين اهي، الراس ركبت جوه الحته دي عشان تكون لي مفصل الحوض. ادي مفصل الحوض يا جماعه، ادي الراس بتاع عظمه الفيمر اهي، عظمه الفخذ الراس اهي، وادي العظمه اهي. شفت ركبت العظمتين مع بعض ازاي؟ اهو ادي العظمه اهي محطوطه كده في جسمي، وادي عظمه الفيمر دخلت عشان تكون لي الهيب جوينت، مفصل الحوض. ادي مفصل الحوض يا جماعه، ادي الراس، ادي الهيد بتاعت الفيمر ركبت جوه المين، جوه الحفره دي. طب يا دكتور الحفرة دي بقى اسمها ايه؟ الحفرة دي اسمها اسيتابيولم، الحفرة دي يا دكتور اسمها اسيتابيولم، اسمها ايه تاني؟ اسمها اسيتابيولم. دكتور لما جيت ابص على الحفرة دي، الحفرة دي يا دكتور هي دايرة، بس هي مش دايرة كاملة، امال ايه؟ هي نص دايره ولا حتى دكتور نص دايره؟ ده هي اكتر من نص دايره بشويه. والله كلامك حق، والله كلامك صح، والله العظيم كلامك صح. هي لا دايره كامله ولا هي نص دايره، ده هي اكتر من نص دايره شويه، فسميتها ليونيت. سميتها ايه؟ ليونيت. يعني ايه ليونيت؟ كلمه ليونيت يعني حاجه اكبر من الهلال شويه، اكبر من الهلال شويه. بص امشي معاها كده اهي، مفتوحه من تحت، شفت الحته دي؟ دايره متقفله من كل الجوانب ما عدا الحته الصغيره قوي اللي تحت دي مفتوحه، فسميت الشكل ده ليونيت. طيب يا دكتور لما جيت بصيت على الاسيتابيولم من جوه لقيت عليه الحته دي،
فسميته الليونيد سيرفيس. شفت الحته دي ليه سميته ليونيد؟ لان يا دكتور لا هو دايره كامله ولا هو نص دايره، ده هو حاجه يعني اكبر من الهلال شويه، فسميتها ليونيد سيرفيس، سميته ليونيد سيرفيس. امال يا دكتور الدايره على بعضها كلها اسمها ايه؟ الدايره على بعضها كلها اسمها اسيتابيولام. الدايره دي يا دكتور ليها حرف اهو، بص اللي انا ماشي عليه بصباعي، ليها حرف اهو يا دكتور انا ماشي عليه بصباعي، الحرف اللي انا ماشي عليه بصباعي ده الحرف بتاع الاسيتابيولام، فمنطقي جدا اكيد يستحق لقب اسيتابيولار مارجن. اسيتابيولار مارجن اكيد يستحق لقب اسيتابيولار مارجن. طيب بعد كده يا دكتور انا كده ده اللاترال سيرفيس ما عادش عليه اي حاجه تاني. طيب تعالى بقى يا دكتور كده انا فاضل لي اخر جزء في العظمه اللي هو كان الجزء البوسترو انفيريور بارت، الجزء اللي موجود بوستيريور وناحيه تحت، اللي انا سميته الاسكيام، سميته الاسكيام. العظمه دي اللي اسمها ايه؟ العظمه دي اللي اسمها اسكيام، ادي العظمه اللي اسمها اسكيام. والله يا دكتور العظمه اللي اسمها اسكيام كان ليها كمان، هي كمان مش يا دكتور البيوبس، كان ليه سوبيريور بيوبك ريمس وكان ليه دراع اسمه انفيريور بيوبك ريمس. طب ما هي الاسكيام يا دكتور هي كمان ليها بادي اهو، ليها جسم اهو، والجسم ده ليه هو كمان ريمس اهو، ليه دراع طالع اهو، صح؟ طيب الدراع ده اللي هو الاسكيال ريمس اسمه اسكيال ريمس، مش موجود على عظمه الاسكيام فاسمه اسكيال ريمس. الاسكيال ريمس يا دكتور ده مكمل عشان يتحد، عشان يعمل فيوجن اتحاد مع البيوبك ريمس، مع الانفيريور بيوبك ريمس. الاسكيال ريمس مكمل اهو يا دكتور مع الانفيريور بيوبك ريمس عشان الاثنين يعملوا لي حته واحده اهي، سميتها كونجوينت ريمس. كونجوينت بكلمه كونجوينت يعني متحد، كونجوينت ريمس. طيب بعد كده يا دكتور طلعت فوق على عظمه الاسكيام اهي، طلعت فوق لقيت حته سباين بيغز اهو، بيغز اهو حته سباين، شوكه موجوده على عظمه الاسكيام من فوق اهي. الشوكه دي سميتها ايه؟ سميتها اسكيال سباين، سميتها اسكيال سباين. مش يا دكتور عباره عن شوكه موجوده على عظمه الاسكيام هسميها ايه يعني؟ هسميها اسكيال سباين، اسكيال سباين. طيب بعد كده يا دكتور مشيت بالارتري، انا كده يا دكتور واقف على الاسكيال سباين، انا واقف على الاسكيال سباين، مشيت شويه بالارتري يا دكتور لفوق لقيت ان الارتري بيخش في حته نوتش كبيره اهي، حته نوتش كبيره قوي اهي يا دكتور. شوف انا حاطط الارتري على الاسكيال سباين، طلعت فوق الاسكيال سباين يا دكتور لقيت ان الارتري دخل جوه نوتش كبيره اهي. النوتش الكبيرة دي يا دكتور اسمها ايه؟ اسمها سايتك نوتش. اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها سايتك نوتش. دكتور مين اللي عامل النوتش دي؟ ده النوتش دي يا حبيبي موجودة تحت البوستيريور انفيريور اليك سباين. مش ده يا دكتور كان البوستيريور انفيريور اليك سباين اللي سألنا عليه من شوية؟ مشيت تحته لقيت في نوتش كبيرة قوي اهي، النوتش دي موصلاني لحد فين تحت؟ لحد الاسكيال سباين، لحد الاسكيال سباين. النوتش دي كبيرة فسميتها جريتر سياتيك نوتش. كلمة جريتر يعني كبير أو عظيم زي الجريتر تيوبروستي هناك في الهيومرس، فده سميته إيه؟ سميته جريتر سياتيك نوتش. بعد كده يا دكتور وصلت عند الإسكيال سباين، تحت الإسكيال سباين أهي الحتة دي، شفت الحتة اللي الأرتري بيتحرك فيها دي؟ الحتة دي يا دكتور هي كمان نوتش أهي، والله نوتش أهي، بص طالعة أهي، بص دخلت لجوه بعد كده طلعت لبره بعد كده راحت دخلت تاني اهي. فالدخله التانيه دي الحته اللي انا بحرك فيها الارتري دي اسمها هي ايه؟ ده دي نوتش بس صغيره فسميتها ليسر سياتيك نوتش. يبقى عندي جريتر سياتيك نوتش الكبيره وتحت الاسكيال سباين في ليسر سياتيك نوتش اللي انا بحرك فيها الارتري دي اهي، ليسر سياتيك نوتش. طيب تعالى يا دكتور نرسم مع بعض اللاترال سيرفيس ده. دكتور انت شايف مين في اللاترال سيرفيس؟ والله ما انا قايل انت هتقول بقى خلاص بقى اهو يا دكتور انا شايف اللاترال سيرفيس، شايف فيه الجلوتيال سيرفيس بتاع العظمه او الاوتر سيرفيس اهو، شايف فيه الانتيريور سوبيريور اليك سباين والبوستيريور انفيريور اليك سباين، شايف فيه البوستيريور سوبيريور اليك سباين
والبوستيريور انفيريور الياك سباين، وشايف فيه النوتش اللي اسمها جريتر سياتيك نوتش، وشايف فيه الاسكال سباين اهو، وتحت الاسكال سباين شايف الليسر سياتيك نوتش، وشايف النوتش الكبيره دي اللي سميتها اسيتابيولم اللي كان بينام فيها الهيد بتاعت الفيمر عشان تعمل لي الهيب جوينت، وشايف الفورامين بتاعتنا اللي انا اتفقت مع سعادتك ان انا هشوفها من اي فيو من اي وضع هصور منه الهيب بون، هشوف الفورامين اللي اسمها اوبتيوريتور فورامين، وشايف عظمه البيوبس اهي، ادي عظمه البيوبس، ادي الاوبتيوريتور فورامين، ادي الاسكيام، ادي الاسيتابيولم، وادي الجلوتيال سيرفيس، ادي السباينز بتاعتي يمين وشمال، وادي السياتيك نوتش. طب يا دكتور مش الرسمه دي هي دي؟ اهي الرسمه دي يا دكتور هي دي. ادي الاسيتابيولم اهو. ادي الجلوتيال سيرفيس اهو. ادي السياتيك نوتش اهي. ادي البوستيريور انفيريور الياك سباين اهو. وادي الاسكيال سباين اهو. وادي الليسر سياتيك نوتش اهي. عظمه البيوبس اهي. ادي عظمه البيوبس. وادي الفورامين الكبيره بتاعتي اللي كان اسمها اوبتيوريت الفورامين. ادي يا دكتور ده كده اللاترال سيرفيس بتاع عظمه الهيب. انا رسمته لك اهو. تعالى كده يا دكتور نكتب البيانات. تعالى نكتب شويه بيانات كده اهو. تعالى يا دكتور كده نكتب شوية بيانات على الرسمة دي. الرسمة دي يا دكتور أول حاجة كده مين ده؟ ده البوستيريور سوبيريور، سوري البوستيريور انفيريور، البوستيريور انفيريور الياك سباين. النوتش دي كان اسمها سياتيك نوتش بس جريتر دي الكبيره، دي كان اسمها اسكيال سباين، وادي عظمه الاسكيال، ادي عظمه البيوبس، ادي البيوبيك بون، فاكر الفورامين اللي كان اسمها اوبتيوريتور فورامين، ده اسي تابيولام، وده الجلوتيال سيرفيس، جلوتيال سيرفيس. امال يا دكتور لو عايز اشاور على الحته دي اهي، دكتور انا لو عايز اشاور على الحته دي، الحته دي من اهي، فاكر الحته دي كانت مين؟ تعالى نجيبها لك كده اهي. فاكر الحته دي كانت مين؟ كانت الانتيريور سوبيريور الياك سباين اهو. الانتيريور سوبيريور الياك سباين. طب فاكر مين اللي كان تحته؟ اهو. ادي الانتيريور سوبيريور الياك سباين، كان تحته الانتيريور انفيريور الياك سباين اهو. يبقى ده انتيريور inferior iliac spine. دكتور معلش بعد اذن سعادتك، الرسمه دي اسمها ايه؟ الرسمه دي يا حبيبي اسمها lateral view of الهيب بون. ادي لاترال فيو بتاع الهيب بون. انا كده يا جماعه خلصت شرح العظمه اللي اسمها هيب بون. تاني انا ما شرحتش العظمه بالتفصيل، لسه في تفاصيل في العظمه انا ما قلتهاش، بس التفاصيل دي انت مش محتاجها معايا دلوقتي، احنا هنمشي كده واحده واحده مع بعض سلمه سلمه. انا هشرح عضلات الجلوتيال ريجون، فشرحت لك العظم اللي انا هحتاجه في الجلوتيال ريجون، وقت ما اقلب على حاجه ثانيه هقول لك العظم بتاعها قبل ما ناخدها ان شاء الله. انا كده خلصت مين؟ خلصت اول عظمه يا دكتور اللي كان اسمها ايه؟ اول عظمه اللي كان اسمها هيب بون. خلصت العظمه دي، خلصت. فاضل لي يا دكتور اخد مين؟ فاضل لي اخد العظمه اللي اسمها فيمر. طب يا دكتور حضرتك هتديني الفيمر كلها؟ لا،
امال هتشرح لي مين في الفيمر؟ هشرح لك الابر نص بتاع الفيمر بس. الابر هاف، النص الفوقاني بس من الفيمر هو اللي هيتشرح. النص التحتاني هيتشرح امتى؟ لما اجي اخد العضلات بتاعته. هنمشي واحده واحده. انا هشرح لحضرتك عضلات الجلوتيال ريجون، مش محتاج منك فيها غير اللي انا قلته في الهيب بون واللي انا لسه هقوله في الابر نص، النص الفوقاني من عظمه الفيمر. النص التحتاني انا لسه ما شرحتوش، وقت ما انقل على العضلات بتاعته هشرحه ان شاء الله. نمشي كده مع بعض واحده واحده. تعالى بقى نمسح وناخد عظمه الفيمر. اهي عظمه الفيمر اهي. تعالوا بقى يا شباب نكمل عظمة الفيمر. احنا اتكلمنا على عظمة الاليوم، على عظمة الهيب بون وخلاص خلصناها. هنتكلم بقى يا جماعة دلوقتي على الابر اند بتاعت الفيمر، النص اللي فوق من الفيمر. عظمة الفيمر دي the strongest and the largest bone في الجسم، اكبر واقوى عظمة في الجسم. دي اكبر واقوى عظمة في الجسم هي عظمة الفيمر. زي ما انت شايف كده، عمرك ما هتلاقي عظمة في جسمك أتخن ولا أكبر من عظمة الفيمر. زي ما دي عظمة حقيقية على فكرة يا جماعة، دي عظمة حقيقية. فدي أكبر وأضخم عظمة في الجسم. والله يا دكتور أنا هتكلم على إيه في عظمة الفيمر؟ أنا هتكلم على الأبر نص، النص اللي فوق دي بس من عظمة، الحتة اللي فوق دي بس من عظمة. ليه؟ هو ده اللي هحتاجه في الجلوتيال ريجون. لما أجي أقلب إن شاء الله على العضلات بتاعت الساي أو عضلات الفيمر نفسها هبقى كمل لك بقية عظمة الفيمر. دلوقتي بقى يا دكتور، انا زي ما خدت في الهيب بون، اول ما امسك اي عظمه لازم احدد رايت ولا ليفت. فانا عرفت يا دكتور ان الكلكعه دي، ان الهيد دي، ان الراس بتاعت عظمه الفيمر دي بتكون ابر وميديال. يعني ايه؟ يعني بتكون فوق وناحيه ميديال. طب تاني حاجه يا دكتور عرفتها من انتيريور ومن بوستيريور. عرفت يا دكتور ان الانتيريور سيرفيس بتاع الفيمر اهو مش عليه اي حاجه، يعتبر سموث مش عليه اي حاجه، وبيكون كونفكس. يعني ايه؟ يعني محدب. بص طالع لقدام اهو، بص الفيمر عامله ازاي اهي، كونفكس عامله كده، محدبه لقدام كده اهو، محدبه لقدام كده. دي عظمه الفيمر. يبقى اذا يا دكتور العظمه اللي في ايد حضرتك دي رايت فيمر، ده دي فيمر ناحيه الرايت، يعني اتحط كده في جسمك، دي فيمر ناحيه الرايت اهي، رايت فيمر. ليه؟ الهيد ابر وميديال اهي، الهيد فوق وناحيه ميديال ناحيه جوه، والانتيريو سيرفيس بتاعي كون مين؟ كونفكس. طيب ايه بقى اللي حصل يا دكتور؟ لما جيت ابص على الابر اند لقيت ان عندي الحته دي اللي سميتها الهيد بتاعت الفيمر، دي الهيد. وزي ما احنا متعودين اكيد في بعد الهيد نيك، بعد الراس في رقبه، بعد راسي في رقبتي، فبعد الراس بعد الهيد اكيد في نيك اهي، الراس. يبقى هيد ونيك، يبقى الهيد بتاعت الفيمر بعدها النيك بتاعت الفيمر. طيب لما جيت يا دكتور لفيت الهيد كده، الهيد دي يا دكتور لقيتها عباره عن يعني شبه دايره، سيمي سيركل كده، شبه دايره كده. لما جيت ابص يا دكتور على الهيد دي لقيت في ديبريشن، شفت الحته المنخفضه دي؟ شفت الحته المتقوره في الهيد دي اهي، الحته اللي جواها الارض دي، الحته دي سميتها الفوفيا اوف ذا هيد، سميتها الفوفيا اوف ذا هيد. يعني ايه الفوفيا؟ الفوفيا دي يعني حته ديبريشن كده اهو، سميتها الفوفيا. يبقى هيد، الهيد عليها فوفيا. طب بعد الهيد يا دكتور، بعد الهيد في نيك، رقبه اهي، ادي الرقبه اهي. طيب بعد النيك يا دكتور، فاكر الهيومرس؟ الفيمر دي بتقابل الهيومرس، والهيب بتقابل سكابيلا في الابر ليمب. الهيومرس كان فيها جريتر تيوبروستي وليسر تيوبروستي، هنا بقى يا دكتور انا عندي جريتر تروكانتر. كل ده الجزء اللي انا ماشي على الارتري ده اسمه جريتر تروكانتر. اسمه ايه؟ اسمه جريتر تروكانتر. شايف حضرتك الحته اللي بارزه من الجنب دي اهي، الحباء، الحته اللي بارزه من الجنب دي اسمها ليسر تروكانتر. هنا يا دكتور الليسر تروكانتر موجود على البوستيريور سيرفيس اوف فيمر، موجود على الفيمر من ورا. خلي بالك ان هناك في الهيومرس الجريتر تيوبروستي والليسر تيوبروستي كانوا موجودين قدام، لكن هنا العكس، في الفيمر الجريتر تروكانتر والليسر تروكانتر بشوفهم احسن من ورا. عايز تشوفهم مظبوط اهو، انا كده لفيت لك الفيمر من ورا، انت كده باصص على البوستيريور سيرفيس بتاع الفيمر.
ادي يا دكتور الليسر تيوبروسيتي وادي الجريتر تيوبروسيتي كل لاب. طيب تعالى نرجع بقى لقدام تاني اهو، ادي قدام اهو، ادي يا دكتور الجريتر تيوبروسيتي وادي الليسر تيوبروسيتي. شايف حضرتك ان في خط اهو، الخط ده الحته دي، الخط ده يا دكتور موصل ما بين مين؟ امشي كده معاه، موصل ما بين الجريتر تيوبروسيتي اهو. بص همشي مع الخط اهو، هلاقي نفسي وصلت عند الليسر تيوبروسيتي دكتور من الانتيريور سيرفيس بتاع الفيمر، يعني الفيمر من قدام، في خط موصل ما بين الجريتر تروكانتر والليسر تروكانتر، فسميته انتر تروكانتريك لاين. كلمه انتر يعني بين، تروكانتريك لانه موصل ما بين اتنين تروكانتر، لاين يعني خط. خط موصل ما بين الليسر تروكانتر والجريتر تروكانتر يبقى اكيد يستحق لقب انتر تروكانتريك كريست. وكلمه انتر يعني بين لانه خط موصل ما بين اتنين تروكانتر اهو. طيب لما لفيت يا دكتور من ورا لقيت ان ادي الليسر تروكانتر اهو، وادي الجريتر تروكانتر اهو، ما بين الليسر تروكانتر والجريتر تروكانتر بس من البوستيريو سيرفيس يا دكتور في كريست، في هلال موصل ما بين الاثنين تروكانتر، هسميه ايه؟ هسميه انتر تروكانتريك كريست. يبقى ركز كده، من قدام في عندي لاين خط اهو، خط صغير اهو، حته خط اهو، فسميته انتر تروكانتريك لاين، ده موجود من قدام. طب يا دكتور من ورا، من ورا في مش خط، بص من ورا عامل ازاي، بص تخين قد ايه، بص من ورا عامل ازاي، من ورا بص تخين قد ايه، ما اقدرش اسميه لاين، ربنا حاسبني، ما اقدرش اسميه لاين، ربنا لو كان عايزه لاين كان خلاه لاين، امال ربنا عايز ده لاين، بص اللاين عامل ازاي، بص الخط عامل ازاي اهو، هي الحته اللي انا ماشي عليها دي بالظبط، ده هو الانتر تروكانتريك لاين. امال من ورا يا دكتور، بص يا ابني من ورا عامل ازاي، حته تخينه قد ايه، حته تخينه قد ايه، بالله عليك ينفع اسميها لاين؟ والله يا دكتور ربنا حاسبني، اروح من ربنا في يوم القيامه، ربنا مسميها ايه؟ مسميها انتر تروكانتريك كريست، انتر تروكانتريك كريست. طيب بعد كده يا دكتور انا عايز احدد مين ميديال ومين لاترال، مش العظمه كانت كده، مش كده يا دكتور ميديال وكده لاترال، يعني الجزء اللي انا هشاور عليه ده اهو، الجزء ده كده، ده اللاترال بوردر او اللاترال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر، ما هو ده الجريتر تروكانتر، كده يبقى اللاترال بتاعه وكده يبقى الميديال بتاعه، صح اهو، يعني كده الميديال بتاع الجريتر تروكانتر وكده اللاترال بتاع الجريتر تروكانتر، لان الهيد بتبقى ميديال، فانا كده يبقى اي حاجه ناحيه جوه كده ميديال، واي حاجه ناحيه بره كده لاترال، فده كده اللاترال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر، وده كده الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر. تعالى كده يا دكتور بص على الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر اهو، بص يا دكتور لما بصيت على الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر انا لقيت في ديبريشن، بص الحته اللي داخل فيها الارتري اهي، شفت الارتري، شفت الحرف بتاع الارتري من قدام داخل فين اهو، داخل في حته نوتش موجوده على الميديال سايد بتاع الجريتر تروكانتر، فسميتها تروكانتريك نوتش، سميتها تروكانتريك نوتش، تروكانتريك نوتش موجوده على الميديال سايد بتاع الجريتر تروكانتر. طيب بعد كده دكتور في ايه تاني؟ لما جيت بصيت يا دكتور على اللاترال بوردر بتاع الجريتر تروكانتر، هو انا يا دكتور الجريتر تروكانتر ده صح؟ كل ده يا حبيبي الجريتر تروكانتر اللي انا ماسكه بايدي اهو، اللي انا ماسكه بصوابعي ده كده اللي انت ما انتش شايفه ده، ده كله الجريتر تروكانتر. يا دكتور الجريتر تروكانتر ده كده ليه انتيريور بوردر اهو او انتيريور سيرفيس، حته من قدام اهي، الحته اللي قدام دي ده كده الانتيريور سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر، ده كده اللاترال سيرفيس بتاعه، ده كده الميديا سيرفيس بتاعه، امال مين ده يا دكتور؟ ده الليسر تروكانتر. مين دي؟ النك، وادي الهيد، وادي الفوفيا اللي موجوده في الهيد، حته الديبريشن اللي موجود جوه الهيد ده انا سميته ايه؟ سميته فوفيا. طب يا دكتور بعد كده في ايه؟ بعد كده في الشفت بتاع الفيمر، ادي الشفت اهو، الشفت بتاع الفيمر، يعني ايه الشفت؟ يعني جسم العظمه بقى نفسه. فاكر الفيمر دي كانت ايه في الجنرال، في شبكه الجنرال اللي كانت عندك الفيمر دي كانت لونج بون، فاكر ايه شرط اللونج بون؟ اي لونج بون يا دكتور عباره عن ايه؟ عباره عن ابر اند لور اند ما بينهم شفت، اي عظمه في جسمي ليها ابر اند وليها لور اند ما بينهم شفت بسميها لونج بون. فاكر الكلافيكل كانت ايه؟ الكلافيكل الصغيره قوي دي كانت لونج بون، ليه؟ كان ليها ابر اند ولور اند وما بينهم شفت،
زيها زي الفيمر بالظبط، ليها ابر اند ولور اند وما بينهم شفت. ادي الشفت بتاع الهيومر بتاع الفيمر اهو، الشفت بتاع الفيمر يا دكتور سموس من قدام اهو، وكونفكس من قدام يعني محدب من قدام. امال يا دكتور لو بصيت عليه من ورا، بص اقسم بالله العظيم ما سموس، والله العظيم ربنا حاسبك لو قلت سموس. سموس ازاي يا دكتور؟ ده عليه حته خط اهو، لو مشيت عليه صباعي هتعور اهو، فما اقدرش اقول ان الخط ده سموس. الحته دي اللي موجوده في الشفت من ورا، اللي موجوده في البوستيريور بوردر بتاع، في البوستيريور سيرفيس بتاع الشفت، اسمها ايه؟ اسمها لينيا اسبرا. اسمها يا دكتور؟ اسمها لينيا اسبرا. طب يا دكتور مش ده كده ميديال وده كده لاترال؟ فاكر في الهيومرس البايسيبيتال جروف، مش البايسيبيتال جروف ده كان ليه ميديال ليب ولاترال ليب وما بينهم فلور؟ ده بالظبط اللي موجود عند اللينيا اسبرا. اللينيا اسبرا هي اللي بتحل محل البايسيبيتال جروف في الهيومرس، بس اللينيا اسبرا موجوده على الفيمر. هناك البايسيبيتال جروف كان موجود من قدام على الانتيريو سيرفيس، لكن هنا اللينيا اسبرا موجوده على البوستيريو سيرفيس يعني من ورا. ادي اللينيا اسبرا اهي، ليها يا دكتور ميديال هيد. دكتور ايش عرفك ان دي ميديال هيد؟ ما هي ابن راس اهي، ما الهيد اهي. مش انا قلت لك ان الهيد بتبقى ابر وميديال؟ فاذا يبقى الشفه اللي تحت الهيد اسمها ميديال ليب بتاعت اللينيا اسبرا، الشفه اللي ناحيه بره الناحيه الثانيه هيكون اسمها لاترال هيد. يبقى ادي لاترال ليب اوف لينيا اسبرا، وادي ميديال ليب اوف لينيا اسبرا. دكتور انا لو كملت مع اللاترال ليب، امشي كده مع اللاترال ليب اهو، كمل مع اللاترال ليب بتاعت اللينيا اسبرا، هتطلعني فوق عند الجريتر تروكانتر، في عندي حته خشنه اهي. شفت الحته الخشنه دي؟ الحته الخشنه دي اللي موجوده على اللاترال سايد بتاع الجريتر تروكانتر، مش ده الجريتر تروكانتر؟ ادي اللاترال بتاعه اهو، اللي موجوده على اللاترال سايد بتاع الجريتر تروكانتر، حته خشنه اهي يا دكتور، حته خشنه كنت بسميها تيوبروستي، فهسميها جلوتيال تيوبروستي. يبقى الجلوتيال تيوبروستي بيكمل تحت كايه؟ كلاترال ليب اوف لينيا اسبرا اهو. لو مشيت مع الجلوتيال تيوبروستي هلاقي نفسي بنزل تحت على اللاترال ليب بتاعت اللينيا اسبرا، سميتها جلوتيال تيوبروستي، موجوده على اللاترال سايد بتاع مين؟ على اللاترال سايد بتاع المين؟ الجريتال تروكانتر. ادي يا جماعه اللي انا عايزه في مين؟ اللي انا عايزه فيه عظمه الفيمر لحد دلوقتي. انا لسه ما شرحتش الجزء اللي تحت ده ولا اعرف عنه اي حاجه، ومش هشرحه دلوقتي، امال اشرحه امتى؟ لما اجي اخد المسلز بتاعت الصاي. انا بس شرحت لك اللي انا عايزه في العظم، وانت لما تيجي تذاكر ابوس ايدك ذاكر بنفس الطريقه دي كده، خش ريجون ريجون، منطقه منطقه، اطلع السلم واحده واحده، مش تروح داخل واخد البون كله على بعضه وتلاقي نفسك تايه في البون، تيجي تخش تاخد المصل يقول لك المصل دي ماسكه في البكتينيال لاين اللي موجود على الفيمر، وانت نسيت اصلا البكتينيال ده كان موجود فين. لا ذاكر واحده واحده وحته حته. تعالى بقى يا دكتور نرسم الفيمر على السبوره اهي. فيمر اهي، ايه يا جماعه فيمر اهي، ادي الانتيريور سيرفيس اهو، ادي الفيمر اهي، وادي البوستيريور سيرفيس اهو، مش ده كده الانتيريور سيرفيس اهو، اهو ده كده الانتيريور سيرفيس بتاع الفيمر. اقلب كده الفيمر على ظهرها اهو، ادي البوستيريور سيرفيس، ادي الهيد، ادي الجريتر تروكانتر. فاكر دي مين؟ فاكر ان انا مدخل صباعي في مين؟ ده دي النوتش اللي كانت موجوده على الميديال سايد بتاعت الجريتر تروكانتر، اللي انا سميتها التروكانتريك نوتش اهي، الحته دي، الحته الدبريشن دي، هو ده التروكانتريك نوتش. بعد كده نزل بالليسر تيوبروسيتي اهو، بعد كده من الليسر تيوبروسيتي نزل الميديال ليب بتاعت اللينيا اسبرا، بعد كده من الحته دي اللي انا سميتها جلوتيال تيوبروسيتي نزل اللاترال ليب في اللينيا اسبرا. ادي اللينيا اسبرا اهي باينه على مين؟ على البوستيريور سيرفيس. تعالى نكتب بياناتنا اهو، تعالى كده نكتب البيانات بتاعتنا. اول حاجه مين دي؟ دي الهيد، تحتها نيك، صح؟ الهيد تحتها نيك. مين ده؟ ده جريتر تروكانتر. امال مين الحته الصغيره تبقى من قدام دي؟ دي الليسر تروكانتر، وده الشفت بتاعي. ادي الحاجات اللي انا بشوفها من على الانتيرو سيرفيس اهو، انا شايف الهيد، شايف النك، شايف الجريتر تروكانتر، وشايف الحته اللي بارزه دي اهي. شفت الحته دي اهي؟ الحته دي دي الليسر تروكانتر اهو، بعد كده شفت الشفت.
قال لي انا شوف انا لسه ما جيتش الحته ده، انا خدت بس الابر اند. طب يا دكتور امال مين ده؟ تعالى كده نقلب ورا اهو، مين دي؟ الهيد، هيبان عليها حته الدبريشن اللي هنا اهو، الحته دي اهي. بص لو انا باصص من قدام انا مش شايفها، لكن لما اقلب ورا كده بص اهي ظهرت معايا اهي، فسميتها الفوفيا. بعد الهيد فيه نيك، صح؟ ادي جريتر تروكانتر، كان موجود عليه على الميديال سايت نوتش هنا كده اللي انا سميتها التروكانتريك نوتش، صح؟ ادي الليسر تروكانتر، ليسر تروكانتر، ادي لاترال ليب اوف لينيا اسبرا، وادي ميديال ليب اوف لينيا اسبرا، صح؟ طب يا دكتور مش كان اللاترال، مش كان الليسر تيوبروسيتي والجريتر تيوبروسيتي من قدام في خط موصل ما بينهم اهو، ادي الخط اهو، سميت الخط ده انتر، يعني بين تروكانتريك، لان موصل ما بين اتنين تروكانتر لاين. طب يا دكتور مش ورا كان تخين شويه؟ اهو بص تخين ازاي اهو، مش كان من ورا يا دكتور تخين شويه، فكنت بسميه كريست انتر تروكانتريك كريست، صح؟ فاكر يا حبيبي الحته الخشنه اللي كانت موجوده فوق عند اللاترال ليب بتاعت اللينيا اصبرا اللي انا سميتها جلوتيال تيوبروسيتي، صح؟ دكتور وانا ليه سميتها جلوتيال تيوبروسيتي؟ عشان هيمسك فيها عضله من العضلات بتاعت الجلوتيال ريجون، عشان كده سميتها على اسم العضله، سميتها جلوتيال تيوبروسيتي اهو، سميتها ايه؟ جلوتيال تيوبروسيتي. طيب تعالى كده نكتب المنظر اللي انا شايفه على الرسمه دي. الرسمه دي يا دكتور والله كانت انتيريور فيو، صح؟ يعني من قدام اهو، ده كده انتيريور فيو. امال ده؟ والله يا دكتور ده كان بوستيريور فيو، ادي الانتيريور فيو بتاع الفيمر والبوستيريور فيو بتاع الفيمر. انا كده يا جماعه خلصت مين؟ انا كده خلصت العظم اللي انا محتاجه في شرح العضلات بتاعه الجلوتيال ريجون، خلصت الهيب بون وخلصت الابر اند او الابر نص بتاع الفيمر. انا فاضل لي فيها حته صغيره بس اللي هم الحاجات اللي تحت دي، وخلاص كده يبقى كده كمان عظمه الفيمر هي كمان خلصت. تعالى بقى نبدا ان شاء الله دلوقتي في المسلز وفي الجلوتيال ريجون. اول حاجه هنبدا فيها هي المسلز اوف الجلوتيال ريجون. تعالى بقى نمسح ونكتب المسلز بتاعه الجلوتيال ريجون. تعالى بقى يا شباب نشرح المسلز بتاعت البروتيال ريجون. انا كده يا دكتور خدت عظمه الهيب بون وخدت الجزء اللي ينفعني في المين في الفيمر. انا دلوقتي هتكلم بقى يا جماعه على مين؟ على المسلز اوف الجلوتيال ريجون. طب الاول يا دكتور ايه هي الجلوتيال ريجون؟ باختصار كده يا حبيبي ومن غير كسوف، يعني الجلوتيال ريجون هي منطقه البطن. ايه هي البطن؟ اللي هي المنطقه اللي ورا، اللي هي المنطقه الخلفيه، منطقه الارداف. المنطقة دي هي دي اسمها المين، دي منطقة البطك. أنا عندي رايت بطك وليفت بطك، واحدة يمين وواحدة شمال، هي دي منطقة الجلوتيال ريجون. هي دي اسمها إيه؟ اسمها الجلوتيال ريجون. طب الأول يا دكتور أنا عايز أعرف الجلوتيال ريجون دي يعني امتدادها عامل إزاي؟ الإكستنشن بتاعها عامل إزاي؟ بص كده حضرتك على الرسمة دي، الرسمة دي عبارة عن أنا مصور منطقة البطك بتاعتك من ورا من ظهرك. فايه اللي حصل؟ والله يا دكتور مش حضرتك الهيب بون المفروض تكون موجوده هنا كده؟ يعني لو انا عايز ارسم الهيب بون كده هرسمها هنا كده، صح؟ اهي الهيب بون اهي. فاذا الليفل اللي فوق ده الليفل اوف الالياك كريست، صح؟ مش ده كان الالياك كريست يا دكتور؟ اهو مش ده كان الالياك كريست؟
الابر بوردر بتاع عظمه الاليا مسميناه اليا كريست. يبقى اذا المنطقه اللي اسمها جلوتيال ريجون السوبيريوري يعني من فوق الاكستنشن بتاعها بيوصل لحد ايه؟ لحد الليفل بتاع الاليا كريست. طب يا دكتور من تحت، من تحت يا دكتور اخرها الحتتين دول، ايه الحتتين دول؟ الحتتين دول اللي هم اخر جزء عندك في منطقه الباطوك، اللي هم ايه دول؟ دول سميتهم انفيريور لانهم تحت جلوتيال فولد. كلمه فولد يعني تانية ليه؟ لان المصل عندك او منطقه الباطوك عندك هتلاقيها يعني مغطيه الجلوتيال ريجون عندك وجايه تحت عند اخر حته عامله حز كده، عامله حز او عامله تانية لجوه كده، التانية دي سميتها انفيريور جلوتيال فولد. يبقى من سوبيريور من فوق في الليفل بتاع الاليا كريست، انفيريور اللي من تحت في الانفيريور جلوتيال فولد. طيب انا دلوقتي لو جيت خدت منطقه واحده، يعني لو جيت خدت الجلوتيال ريجون دي اللي هي يا رقم اللي هي سوري ناحيه الشمال دي او ناحيه اليمين دي، ايه اللي هيحصل فيها؟ والله مش كده يا دكتور، لاترال مش كده، ميديال وكده لاترال. يبقى اذا الاكستنشن بتاعها ميديالي هي الخط ده صح؟ الخط اللي في النص ده، مش انت عندك رايت باتوك وليفت باتوك الاتنين بيتقابلوا مع بعض في خط اللي هو الخط اللي في النص ده، الخط اللي في النص ده اللي هو اسمه ايه؟ الخط ده اسمه نيتال لاين، اسمه نيتال لاين. يبقى الاكستنشن بتاع الجلوتيال ريجون ميديالي عند المين؟ عند الانتر نيتال لاين، انتر يعني بين ونيتال لاين اللي هو الخط اللي ما بين الرايت باتوك والليفت باتوك. طيب يا دكتور من ناحيه اللاترال الاكستنشن بتاعها عباره عن ايه؟ والله يا حبيبي من ناحيه اللاترال الاكستنشن بتاعها عباره عن خط وهمي احنا مديناه ما بين مين وما بين مين؟ ما بين الليفل بتاع الاليا كريست وما بين الليفل بتاع الانفيريو جلوتيال لاين، يعني شدينا خط كده من عند الانفيريو جلوتيال فولد ونزلنا خط من من الليفل بتاع الاليا كريست، المكان اللي تلاقوا فيه قلنا ان هو دون اللاترال اكستنشن، يعني ده اخر امتداد للجلوتيال مين ريجون. يبقى تاني انا لما جيت اتكلمت يا جماعه على الجلوتيال ريجون بتاعت دي منطقه الباتوك اللي فيها، اول حاجه اتكلمنا على الاكستنشن يعني ايه، يعني ايه ابعادها او امتدادها. والله يا دكتور ده من فوق بيكون اخرها الاليا كريست، اخرها من فوق الاليا كريست. طيب من تحت، من تحت اخرها الثانيه او الحز اللي موجود عندك تحت ده اسمه ايه؟ اسمه انفيريور جلوتيال فولد. طب يا دكتور من ناحيه الميديال ده في ما بين الرايت باتوك والليفت باتوك الاثنين بيفصلهم خط اللي هو الشق اللي في النص ده، الخط ده اسمه ايه؟ اسمه نيتال لاين. طب من ناحيه اللاترال والله شدينا بوتنشال لاين، كلمه بوتنشال يعني خط وهمي او خط افتراضي ما بين الليفل اوف الاليا كريست نزلناه تحت وشدينا خط من الانفيريور جلوتيال فولد، المكان ده سميناه ايه؟ سميناه اللاترال باوندري او اللاترال اكستنشن بتاع المين؟ بتاع منطقه الجلوتيال ريجون. يبقى الرسمه دي كده فسرت لي ايه؟ فسرت لي الاكستنشن بتاع الجلوتيال ريجون. بص على الرسمه وافهمها كويس وانت تقول كل حاجه من غير ما تحفظ اي ولا كلمه من الكتاب. والله يا دكتور ده انا شايف سوبيريورلي فوق، انا سوبيريورلي شايف فوق اهو، سوبيريورلي فوق وانفيريور يعني تحت. والله يا دكتور سوبيريور فوق انا شايف الليفل بتاع الاليا كريست، انفيريور من تحت انا شايف الانفيريور جلوتيال فولد اللي هو الحز اللي عندك تحت. طيب يا دكتور من ناحيه الميديال في النيتال لاين ده الخط او الشق او المكان اللي بيفصل او مكان التقاء الرايت باتوك مع الليفت باتوك بيكون في شق كده او خط ده سميته النيتال لاين. من ناحيه اللاترال انا شديت خط وهمي من عند الاليا كريست لحد تحت لحد الانفيريور جلوتيال فولد على عمل لي اللاترال باوندري او اللاترال اكستنشن بتاع الجلوتيال ريجون، ادي الاكستنشن بتاع الجلوتيال ريجون. طيب بعد ما خلصت دكتور الاكستنشن انا عايز اتكلم على المسلز بقى، ايه هي عضلات بتاعت الجلوتيال ريجون؟ والله يا حبيبي قبل ما اكلمك على العضلات بتاعت الجلوتيال ريجون انا يا دكتور عايز اقسم الاول الجلوتيال ريجون كده العضلات بتاعتها، هقسمها لايه؟ بص انا هقسم الجلوتيال ريجون بتاعتي اهي المسلز الجلوتيال ريجون انا هقسمهم لاثنين، انا عندي حاجة اسمها جلوتيال ماسلز وعندي 6 لاترال روتيتورز. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ والله يا دكتور العضلات اللي موجودة في منطقة في الجلوتيال ريجون بتاعتي أنا عملت فيها إيه؟ أنا قسمتها لجزئين من العضلات، ثلاث عضلات موجودين تحت بعض
سميتهم جلوتيال ماسلز. وبعد كده لو شلت الثلاث عضلات دول هلاقي تحتهم ست عضلات اسمهم سميناهم السكس لاترال روتيتورز. ليه سميتهم يا دكتور سكس لاترال روتيتور؟ سكس لان هم سته، هم ست عضلات. طيب لاترال روتيتور معنى كده من اسمهم ان هي هتعمل ايه؟ ان هم هيعملوا لاترال روتيشن للهيب جوينت او لاترال روتيشن للساي. وهي لسه هنفهم يعني ايه لاترال روتيشن، انا بس بحط لك السكيما اللي هنمشي بيها. يبقى انا دلوقتي يا دكتور هشرح مين؟ انا هشرح الثلاث عضلات بتوع الجلوتيال المصل اللي هم مين؟ اول عضله يا دكتور اكبر عضله في جسمي اسمها جلوتياس ماكسيماس. تاني عضله لو شلت الجلوتياس ماكسيماس هلاقي تحتها كمان عضله اسمها جلوتياس ميدياس ماسل. ميدياس يعني حجمها ميديم كده اللي هو متوسطه يعني. طيب لو شلت الجلوتياس ميدياس هلاقي تحتها واحده اصغر منها فسميتها جلوتياس ميني ماس. يبقى ماكسيماس اكبر حجم، شيلها هتلاقي تحتها ميدياس يعني متوسطة الحجم، شيل الميدياس هتلاقي تحتها واحدة ميني ماس يعني صغيرة في الحجم. ادي التلات عضلات بتوع الجلوتيال ريجون. تعالى بقى نشوف التلات عضلات دول. انا يا دكتور لما بتكلم على اي مصل في جسمي بتكلم على اربع حاجات. اوريجين يعني العضلة طالعة منين، انسيرشن يعني العضلة راح تمسك فين، نيرف سبلاي يعني العضلة بتتغذى بانهي نيرف، واكشن يعني العضلة دي بتعمل ايه على جسمي، ايه وظيفة العضلة دي في جسمي. دول الاربع حاجات اللي بتكلم عليهم في اي مصل. طيب انا هتكلم على مين بقى يا دكتور؟ انا هتكلم على الاوريجين والانسيرشن والاكشن. امال النيرف سبلاي؟ النيرف سبلاي وعد مني ليك، النيرف سبلاي بتاع عضلات اللور ليمب كله مش الجلوتيال ريجون بس، اللور ليمب كله من اوله لاخره هحفظه لك زي اسمك، بس اصبر عليا لحد ما اشرح اللامبر بليكسس والساكرال بليكسس. في محاضره اللامبر بليكسس والساكرال بليكسس هتطلع بعدهم عارف كل النيرف سبلاي بتاع عضلات اللور ليمب كلها. يبقى انا لما اجي اشرح النيرف سبلاي بتاع كل عضله مش هشرحه، امال هعمل ايه؟ ده انا هجمع لك النيرف سبلاي كله بتاع كل العضلات بس ان شاء الله في محاضره اللامبر بليكسس والساكرال بليكسس. امال انا هدرس ايه في العضلات؟ هدرس اوريجين وانسيرشن واكشن. اوريجين وانسيرشن واكشن. تعال نبدا، تعال نشوف اول عضله عندي اللي اسمها جلوتياس ماكسيماس ماسل. ايه دكتور الجلوتياس ماكسيماس؟ الجلوتياس ماكسيماس يا حبيبي اللي هي اكبر عضله عندك في منطقه البطن، العضله الخارجيه في منطقه البطن اللي انت بتدي فيها الحقن. لو حد فيكم بيعرف يدي حقن، الحقنه انا بدخلها في العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيماس ماسل. ليه؟ لان دي اللارجست، دي السكنست، اتخن واكبر عضله في جسمي هي الجلوتياس ماكسيماس مين؟ مصل. طيب تعالى كده قبل ما ابدا اشرح الجلوتياس ماكسيماس مصل هحط جنبها كلمه بس هنسميها عضله الثلاثه. ليه يا دكتور سميتها عضله الثلاثه؟ بص يا حبيبي سميتها عضله الثلاثه ليه؟ لان هي بتاخد اوريجين من ثلاث اماكن وبتعمل الاكشن بتاعها ثلاث حاجات، عشان كده سميتها عضله الثلاثه عشان تفتكرها بس، يعني سكيما كده بس عشان تفتكر بيها العضله. الجلوتياس ماكسيماس سميتها ايه؟ سميتها عضله الثلاثه لان هي بتاخد اوريجن من ثلاث اماكن والاكشن بتاعها ثلاث حاجات. تعال بقى نشوف العضله دي طالعه منين؟ والله يا دكتور العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيماس مصل اول حاجه انا راسم لحضرتك الهيب جوينت من البوستيريور فيو، يعني انا مصورك من ظهرك كده، انا وقفتك من ظهرك كده ورحت لاقط الصوره ليك من ظهرك، فظهر المنظر ده، ايه ده يا دكتور؟ ده السكرم، دي الفقرات العجوزيه، السكرم بليكس سوري السكرم الفيرتبري، صح؟ وادي عظمه الهيب من ورا، وادي الفيمر من ورا، ايه يا دكتور اللي عرفني ان الفيمر دي من ورا؟ مش يا حبيبي اللينيا اصبر اهي، مش اللينيا اصبر دي كانت موجوده على البوستيريور سيرفيس بتاع الفيمر، فانا شايف اللينيا اصبر اهي، وادي التيبيا وادي الفيبيا. ايه يا دكتور بقى العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيماس؟ العضله دي زي ما اتفقت مع حضرتك ان هي بتاخد اوريجين من ثلاث اماكن، مش احنا يا دكتور قسمنا الجلوتيال سيرفيس بتاع عظمه الاليم، مش دي عظمه الاليم؟ انا كان عندي يا دكتور ثلاث خطوط، اقسم بالله كان عندي ثلاث خطوط اهو. كان عندي ثلاث خطوط. كان عندي خط اسمه بوستيريور جلوتيال لاين، وخط اسمه انتيريور او ميدل جلوتيال لاين، وخط اسمه انفيريور جلوتيال لاين.
مش الخطوط دي كانت قسمت لي الجلوتيال سيرفيس بتاع عظمه الاليوم لثلاث مناطق، كل منطقه هيطلع منها عضله من الجلوتيال، عشان كده سميتهم جلوتيال ماسلز، عشان بتوع ايه؟ بتوع الجلوتيال ريجون. اسمهم ايه؟ جلوتياس ماكسيمس ومدياس ومينيمس. عرفت التسميه جايه منين؟ جايه لان كل جزء من دول او كل سبيس من دول طالع منه عضله من الثلاثه. طب يا دكتور العضله الكبيره بتاعتنا الماكسيمس طالعه منين؟ انا هحط العلامه وانت اوصف اهي، طالعه من هنا. العضله بتاعتنا طالعه من هنا. بالمنطقه دي. دكتور المنطقه دي ايه؟ بص الاوريجن رقم واحد. والله يا دكتور دي طالعه من الاوتر جلوتيال سيرفيس بتاع الاليوم بيهايند ورا البوستيريور جلوتيال لاين. اقسم بالله صح. مش ده يا دكتور البوستيريور جلوتيال لاين؟ اوصف لي المكان ده، انا حطيت لحضرتك علامه وقلت لك اوصفها لي. والله يا دكتور ده العلامه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاوتر سيرفيس بتاع الجلوتيال سيرفيس بتاع عظمه الاليوم. مظبوط. طب فين بقى على الجلوتيال سيرفيس؟ في اي حته في الجلوتيال سيرفيس؟ لا، ده ورا البوستيريور جلوتيال لاين. ما ده البوستيريور جلوتيال لاين اهو، هي وراه، ورا البوستيريور جلوتيال لاين. طب بس كده؟ لا، ده بص يا دكتور واخده منين كمان؟ ده واخده من الانتيريور اسبكت بتاع عظمة السكرم. أهو. يعني إيه يا دكتور؟ مش ده كده السكرم من ورا؟ العضلة واخدة من الجلوتيال سيرفيس بيهايند البوستيريو جلوتيال لاين وطالعة من البوستيريو سيرفيس بتاع عظمة السكرم أهو. مش دي السكرم؟ أدي العضلة أهي. العضلة واخدة من الحتة دي كده. أهو. طب واخدة منين تاني؟ واخدة يا دكتور أنا كان عندي ليجامنت، يعني عندي رباط، الرباط ده طالع يا دكتور من عظمة السكرم كده ونازل يمسك في البيوبس، فسميته ساكرو تيوبرس ليجامنت. تاني أنا كان عندي ليجامنت، الليجامنت ده طالع من عظمة السكرم رايح يمسك في المين؟ في التيوبركل اللي موجود على عظمة البيوبس، فسميته ايه؟ سميته ساكرو تيوبرس ليجامنت. يبقى مين الازرق ده؟ الازرق ده ساكرو تيوبرس ليجامنت. ليه يا دكتور سميته كده؟ مش يا ابني ده ليجامنت طالع من عظمه السكرم رايح يمسك في التيوبركل اللي موجود على البيوبس، فسميته ايه؟ سميته ساكرو تيوبرس ليجامنت. اسم منطقي جدا. ايه اللي بيحصل بقى؟ بص تروح العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيمس واخده اوريجين من الساكرو تيوبرس ليجامنت هو كمان اهو. شفت العضله قد ايه؟ اهي. ادي العضله اهي يا جماعه. ادي الاوريجين بتاع العضله. ثلاث اماكن، رقم واحد الجلوتيال سيرفيس بتاع عظمه الاليوم بيهايند البوستيريو جلوتيال لاين. رقم اثنين البوستيريو سيرفيس بتاع عظمه السكرم. رقم ثلاثه من البوستيريور او الباك بتاع الساكرو تيوبرس ليجامنت. ادي الاوريجن بتاع العضله اللي كان ثلاث حاجات، واحد اثنين ثلاثه. طب الانسيرشن يا دكتور، العضله دي كده مجمعه نفسها وراح تمسك فين؟ بص العضله مجمعه نفسها وراح تمسك عن طريق جزئين. العضله دي ليها سوبرفيشال بارت وديب بارت. يعني ايه سوبرفيشال بارت وديب بارت؟ يعني جزء فوق على السطح وجزء من تحت. مش انا قلت لك ان العضله دي سك يعني تخينه؟ العضله تخينه فالعضله عامله كده، يعني العضله تخينه العضله عامله كده. الجزء اللي فوق ده سميته سوبرفيشال لانه بره، والجزء اللي تحت اللي انا مش شايفه من العضله اسمه الديب بارت. السوبرفيشال بارت ده بيروح يمسك في حته والديب بارت ده بيروح يمسك في حته. طب هل انت تتوقع كده الديب بارت ده ممكن يمسك في ايه؟ اكيد يا دكتور الديب بارت ده لانه ديب لانه تحت فاكيد هيمسك في العظم. هيمسك فين في العظم؟ بص بيمسك في الجلوتيال تريبروستي. فاكره؟ والله العظيم انت فاكره. الجلوتيال تريبروستي يا دكتور اللي كان امتداد او تكمله اللاترال ليب بتاعت اللينيا اسبرا. مش دي يا دكتور اللينيا اسبرا؟ ادي اللاترال ليب بتاعتها اهي، امشي معاها لحد فوق هتلاقي التريبروستي اسمه جلوتيال تريبروستي. الديب بارت الديب تيل بتاع العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيمس بيمسك فيه اهو. تعال نوصل بقى العضله اهي. ادي العضله اهي. ادي العضله بتاعتي اللي اسمها جلوتياس ماكسيمس مصر.
ادي العضله اهو، دي العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيموس ماسل. تعالى كده نوصف. والله يا دكتور انت قلت لي ان العضله دي واخده من الجلوتيال سيرفيس بيهايند البوستيريور جلوتيال لاين، واخده من البوستيريور سيرفيس بتاع السكرال بتاع السكرم، واخده من الباك بتاع الساكرو تيوبرس ليجمنت اللي هو اللزق ده. بص العضله نازله داون وورد يعني لتحت، بص الفايبر جايه لتحت اهي، انا ما طلعتش لفوق، لا ده العضله جايه لتحت اهو، داون وورد اند لاترالي، طالعه لاترال، ما هو كده لاترال اهو، انا كده ميديال وكده لاترال صح؟ فالعضله طالعه ناحيه اللاترال اهو، فالفايبرز ديسند داون وورد اند لاترالي، يعني نازله لتحت اهو وناحيه اللاترال اهو، عشان تمسك فيما. بص 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 السوبرفيشال برد، بص الجزء السوبرفيشال من العضله بيمسك فين؟ الجزء السوبرفيشال من العضله يا دكتور بيمسك في ليجامنت، ليجامنت بس تخين شويه اهو. الازرق ده، الازرق ده يا جماعه، الازرق ده يا دكتور عباره عن ليجامنت يعني رباط، رباط بس تخين شويه، موجود على اللاترال اسبكت بتاعت الساي، يعني موجود على اللاترال بارت بتاع الساي. بص موجود على الحته دي كده اللاترال اسبكت بتاع الساي ماشي. يا دكتور الليجامنت ده اسمه ايه؟ الليجامنت ده والله يا دكتور موصل ما بين عظمه الاليم وما بين التيبيا صح؟ مش دي التيبيا اهي، مش دي عظمة التيبيا؟ فلما بصيت على الرباط ده يا دكتور لقيته موصل ما بين عظمة الإليم فوق وما بين عظمة التيبيا تحت، فسميت يا دكتور الرباط دون سميته إليو تيبيال تراكت، إليو تيبيال تراكت. إيه يا دكتور الإليو تيبيال تراكت ده؟ لسه هيتشرح بالتفصيل، بس انت عرفت انه اسمه انه موصل ما بين عظمه الاليم وما بين التيبيا، عشان كده سميته اليو تيبيال تراكت، يعني تراكت او حته ليجامنت بس تخين شويه موصل ما بين الاليم وبين التيبيا. العضله ليها جزئين، سوبرفيشال بارت او سوبرفيشال ثلاث ارباع، يعني الثلاث ارباع الفوقاني من العضله رايح يمسك فين؟ رايح يمسك في الاليو تيبيال تراكت اهو، رايح يمسك في الاليو تيبيال تراكت. امال الديب، الجزء الديب، الجزء اللي تحت لزق على العظم، فاكيد لازم يروح يمسك في العظم برضه، هيمسك فين في العظم؟ اهو هيمسك في مين؟ هيمسك في الجلوتيال تيوبروسيتي اهو، ده الجزء الديب اهو، مسك هنا كده في الحته دي في الجلوتيال تيوبروسيتي اهو، ده الجزء الديب من العضله دي كده. العضله اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها جلوتياس ماكسيموس ماسل. يبقى تاني الاوريجينال انسيرشن بتاعها، والله يا دكتور العضله دي واخده اوريجين من كام منطقه؟ من ثلاث مناطق. أول حاجة أهو رقم واحد، رقم اتنين، رقم تلاتة، أدي التلاتة أوريجن. أنا خلي بالك أنا كنت مسميها عضلة التلاتة لأن ليها تلاتة أوريجن وليها تلاتة أكشن. والله يا دكتور واخدة من الأوتر سيرفيس وفي الجلوتيال أوف الجلوتيال ريجون بتاعة عظمة الإليم بوستيريور أو بيهايند البوستيريور جلوتيال لاين، ورا البوستيريور جلوتيال لاين أهو، أهو الأزرق الأسود ده البوستيريور جلوتيال لاين أهو، العضله واخده من وراه، من ورا البوستيريور جلوتيال لاين، واخده من البوستيريور سيرفيس بتاع السكرم، واخده من الباك بتاع السكرو تيوبرس ليجمنت اللي هو الازرق ده. بعد كده الفايبرز جمعت نفسها عشان تنزل داون وورد، يعني تنزل لتحت وناحيه اللاترال. بص الفايبرز راح لاترال اهو، كده لاترال وكده ميديال، العضله او الفايبرز مجمعه نفسها عشان تنزل ناحيه اللاترال، فسميت العضله دي جلوتياس ماكسيموس ماسل. طب راح تمسك فين؟ والله يا دكتور العضله دي اكبر عضله في جسمي واتخن عضله في جسمي، عشان كده هي العضله انا باخد فيها الحقن. ليه؟ عشان اضمن ان الحقنه دخلت جوه العضله، ما اروحش اديها في عضله يعني السكنس بتاعها صغير فممكن الحقنه او الابره تروح خارمه العضله وطالعه بره، فاذا التخانه بتاعت العضله دي هي اللي اجبرتني ان انا ادي الحقنه مين؟ ادي الحقنه فيها. فانا عندي سوبرفيشال، انا عندي سوبرفيشال وديب، السوبرفيشال يعني ناحيه بره، السوبرفيشال ثلاث ارباع من العضله ده بيمسك في الحاجه اللي بره، مين الحاجه اللي بره؟ الاليوتيبيال تراكت اهو، بص بره اهو،
بره الرجل اهو، موجود على اللاترال اسبكت بتاعت الساي اهو، بره اهو بيوصل ما بين الاليوم وبين التيبيا، فسميته اليو تيبيال تراك. العضله راحت مسكت فيه. امال الديب لير بتاع العضله، الديب ربع بتاع العضله، الجزء من العضله اللي موجود جوه اللي لازق على العظم، هيروح يمسك فين؟ هيروح يمسك في العظم. فين في العظم؟ كان هيروح يمسك في الجلوتيال تيوبروسيتي اللي كان موجود على اللاترال، اللي كان قصدي امتداد اللاترال ليب بتاعت اللينيا اسبرا. ادي العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيموس. انا كده خلصت الاوريجن وخلصت الانسيشن. تعال كده نتكلم على الاكشن. بص يا دكتور، انا عندي قاعده كده بتقول ايه؟ بتقول ان انا عشان اعرف الاكشن بتاع اي عضله، شد الانسيرشن على الاوريجن يطلع الاكشن. القاعده بتقول ايه تاني؟ بتقول شد الانسيرشن على الاوريجن يطلع لك الاكشن. يعني انا جاي لعضله في الامتحان مانيش عارف الاكشن بتاعها، بس انا عارف الاوريجن والانسيرشن، هعمل ايه؟ هشد الانسيرشن على الاوريجن يطلع الاكشن. طب تعالى كده نشوف العضله دي بتعمل ايه؟ اهو انا ما اعرفش بتعمل ايه. العضله دي الاول معديه على الهيب جوينت يا دكتور، من قدام ولا من ورا؟ لا ده انت يا دكتور انت قايل لي ان الصوره دي بوستيريور فيو، صح؟ مش انت يا دكتور قايل لي ان الصوره دي بوستيريور فيو يعني من ورا؟ يبقى اذا العضله دي معديه على الهيب جوينت من ورا، معديه على الهيب جوينت من ورا، يبقى اكيد هتعمل اكستنشن في الهيب جوينت. ليه؟ لان هي هترجع الساي لورا. تعالى كده نشد الانسيرشن على الاوريجن. مش ده الانسيرشن يا دكتور، ده الاوريجن. شد كده الانسيرشن على الاوريجن اهو، بص عملت ايه في الساي اهو. شد الانسيرشن ده على الاوريجن، الاوريجن ثابت اهو، شد الانسيرشن عليه كده اهو، هشد الانسيرشن عليه، بص هلاقي الساي بترجع لورا، هلاقي ان الهيب جوينت بتاعي الساي بترجع لورا، فده اكستنشن اوف الهيب جوينت. ده مش بس كده، ده دي اقوى عضله بتعمل اكستنشن، ده دي المين اكستنسور في الهوب جوينت. اكتر عضله او اقوى عضله بتعمل اكستنشن في الهوب جوينت هي الجلوتياس ماكسيموس ماسل، لانها اتخن واكبر عضله في الجسم. لو هي مش هتعمل، لو هي مش اقوى واحده هتعمل، مين هيعمل؟ ما هي دي اكبر عضله، يبقى هي دي اقوى عضله تعمل اكستنشن. طيب ايه تاني يا دكتور بتعمل ايه؟ العضله دي لو جيت شديت الانسيرشن على الاوريجن يا دكتور اهو، بص شد كده الانسيرشن على الاوريجن اهو، ايه اللي يحصل؟ بص انا عايز اشوف العضله يا دكتور، العضله طالعه من هنا من الحته دي. ليه؟ مش ده يا دكتور البوستيريو جلوتيال لاين؟ هي كانت طالعه من ورا البوستيريو جلوتيال لاين، المفروض السكرم تكون هنا، فهي هتطلع من السكرم، هتطلع كده 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 وهتنزل عشان تمسك في مين؟ المفروض يعني المفروض الفيمر دي تكون بالعكس كده، فهي هتطلع عشان تمسك في مين؟ تمسك في الجلوتيال تيوبروست اهو. بص لما اجي اشد الانسيرشن على الاوريجن، هشد الانسيرشن بتاع العضله على الاوريجن، شد كده الانسيرشن على الاوريجن اهو، هلاقي ان الفرنت بتاع الفيمر، يعني بتعمل ازاي؟ الفرنت بتاع الفيمر بيطلع لبره، فبيحصل ابدكشن، صح؟ اهي العضله ماسكه اهي، شد كده الانسيرشن على الاوريجن اهو، شد الانسيرشن على الاوريجن، هيحصل ابدكشن وفي مين؟ الهوب جوينت اهي. لو الانسيرشن هنا والاوريجن هنا، بص لو الفيمر دي او الهيب جوينت عامل كده، شد كده الانسيرشن على الاوريجن، مش العضله الانسيرشن بتاعها هنا كده اهو، شد الانسيرشن على الاوريجن كده، بص اهي اللي حصل اهو، عملت ابدكشن. يعني ايه؟ سوري، عملت ادكشن. يعني ايه ادكشن؟ يعني قربت، يعني قربت الفيمر من الميد لاين. ما هو ان انا اعمل اقرب اي حاجه من الميد لاين اسمه ادكشن، ان انا ابعد اي حاجه عن الميد لاين سميتها ابدكشن. طب العضله دي كده عملت ايه؟ العضله دي كده قربت الفيمر من الميد لاين، فسميتها ادكشن اوف الهيب جوينت. يبقى عملت اكستنشن وعملت ادكشن اوف الهيب جوينت. طيب دكتور، مش العضله دي اسمها جلوتياس ماكسيموس؟ مش العضله دي يا دكتور ماسكه في الاليوتيبيال تراكت؟ انا دلوقتي عندي الاليوتيبيال، انا لو عندي عمود، العمود ده انا عايز اجمده، هعمل ايه؟ همسك فيه حاجات، صح؟ هبني حيطه، هبني حيطه. انا لو عندي عمود، انا عايز اجمد العمود ده واثبته، واعمل ايه؟ هبني حوالي حيطه. ليه؟ عشان الحيطه تجمد العمود. هو ده اللي انا عملته في الاليوتيبيال تراكت. الاليوتيبيال تراكت ده دكتور ضعيف، انا عايز اجمده، عايز اخليه سك، عايز اعمله طف، اخليه جامد، فاعمل ايه؟ امسك فيه عضلات. فمسكت فيه عضله اسمها جلوتياس ماكسيموس، ولسه همسك فيه عضله الحصه الجايه هيكون اسمها تنسور فاشيا لاتا. طيب دلوقتي يا دكتور، العضله دي اللي اسمها جلوتياس ماكسيموس عملت لي اكستنشن في الهيب جوينت، عملت لي ادكشن، وعملت لي سترينس او سيكنج، يعني زودت السمك بتاع مين؟ بتاع الاليوتيبيال تراك عشان تجمده. طب يا دكتور، لو انا دلوقتي
قاعد، يعني انا سيتنج، يعني اكون السيتنج بوزيشن، لو انا الشخص ده قاعد وعايز اقوم، ايه اللي بيرفع الترنك بتاعي عن الارض؟ العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيمس. يبقى اون ستاندنج بوزيشن وهو الشخص، اون سيتنج بوزيشن وهو الشخص ده قاعد، العضله دي هي اللي بتساعدني ان انا اقوم، لان هي بتعمل اكستنشن. ما هو انا قاعد انا عامل فليكشن صح اهو، مش وانا قاعد يعني، وانا قاعد دلوقتي مثلا على الكرسي الهيب جوينت بتاعي بيعمل كده اهي، مش تبقى رجلي عامله كده على الكرسي، الفيمر بتاعتي بتبقى عامله كده على الكرسي، لما اجي اقوم ايه اللي بيحصل؟ بفر لي رجلي كده، بقوم على بقف، لما بقف واعمل اهي الفيمر بتفر التاني، يبقى الفيمر كانت متنيه، الهيب جوينت اهو كان متني، لما عملت كده انا فردته، يعني عملت اكستنشن، يبقى مين اللي اشتغل؟ الجلوتياس ماكسيموس ماسل. يبقى اون ستاندنج يعني لما اجي اقف، او اون ووكينج لما اجي امشي. ليه؟ مش انا دكتور لما باجي امشي بروح رافع رجلي كده، رفعت رجلي دي كده انا عملت فليكشن في الهيب جوينت، طب عشان انزلها تاني عملت فردتها فعملت اكستنشن في الهيب جوينت. انا لما اجي امشي ايه اللي بيحصل؟ لما اجي امشي يا دكتور انا بعمل ايه؟ بروح رافع رجلي من الارض سنه بسيطه اهي، فايه اللي حصل في الهيب جوينت؟ حصل له فليكشن، بعد كده بروح منزلها عشان اخد الخطوه، فلما نزلتها عشان خدت الخطوه ايه اللي حصل؟ رجلي اتفردت تاني، فحصل بدل ما كان في فليكشن راح حصل اكستنشن. ده مين بيعمل اكستنشن؟ الجلوتياس ماكسيموس ماسل. يبقى هي اللي بتساعد في عمليه الووكينج، عمليه الجري، عمليه الكلايمبنج، التسلق. ليه؟ وانا بطلع جبل، وانا بطلع جبل يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ هو انا يا حبيبي وانا بطلع جبل هو انا بشد الجبل عليا ولا انا اللي بطلع؟ لا ده انا اللي بطلع، انا الجبل ثابت ما بيتحركش، وانا بطلع جبل انا اللي بطلع، انا اللي بشد الجزء بتاع جسمي، انا اللي بشد جسمي على الجبل. فان انا اشد الترنك بتاعي لفوق يعني عملت ايه؟ يعني عايز حاجه ترفع من تحت، فمين اللي بيرفعني من تحت؟ العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيموس ماسل. طيب انا كده خلصت مين؟ خلصت الجلوتياس ماكسيموس ماسل. خلي بالك انا متفق مع سيادتك ان النيرف سبلاي لسه هيتشرح كتجميع لكل عضلات اللور لمب ان شاء الله لما اشرح اللمبر بلكسس وهي السكر بلكسس. طيب انا كده خلصت الجلوتياس ماكسيموس ماسل، تعالى ناخد الجلوتياس ميدياس ماسل، تعالى نشوف يا دكتور الجلوتياس ميدياس ماسل دي موجوده فين؟ والله يا حبيبي مش هقدر اشوف الجلوتياس ميدياس غير لما اشيل دي. لازم اشيل العضله دي كده وابص تحتها عشان اشوف الجلوتياس ميدياس. تعالى كده نشوفها. انا الرسمه دي عملت ايه؟ رحت شايل العضله دي رميها بره، انا شلت الجلوتياس ماكسيموس عشان اشوف اللي تحتها. تعالى كده نشوف نبص على الرسمه دي فيها ايه؟ اهو ادي الجلوتيرو جلوتيال لاين بتاعي، ادي الانتيرو جلوتيال لاين، وادي الانفيرو جلوتيال لاين، صح؟ والله يا دكتور انا كده مش شايف العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيموس لاني شلتها. ليه؟ هلاقي تحتها عضله صغيره اصغر منها في الحجم متوسطه فسميتها ميدياس. طلع منين دي يا دكتور؟ بص اهي العضله اللي اسمها جلوتياس ميدياس ماسل طلع من المنطقه دي اهي. وصف كده حلو المنطقه دي. والله يا دكتور المنطقه دي عباره عن الاوتر جلوتيال سيرفيس بتاع الاليوم، صح؟ مش ده الاوتر جلوتيال سيرفيس بتاع عظمه الاليوم اللي لسه واخدينه؟ طيب يا دكتور فين؟ مش ده يا دكتور البوستيرو جلوتيال لاين وده الانتيرو جلوتيال لاين؟ اه معنى كده ان العضله اللي اسمها جلوتياس ميدياس العضله دي واخده اوريجن منين؟ واخده اوريجن من الاوتر جلوتيال سيرفيس بتاع الالياك بون بتوين ما بين البوستيرو جلوتيال لاين والانتيرو جلوتيال لاين. يبقى عرفت المكان بالظبط اهو، طالع من الحته دي العضله، طالعه من الاوتر جلوتيال سيرفيس بتاع الاليوم ما بين مين؟ ما بين البوستيريور جلوتيال لاين اهو، وما بين المين؟ وما بين الانتيريور جلوتيال لاين اهي، ادي العضله اهي. طيب العضله يا دكتور راح تمسك فين؟ العضله راح تمسك في اللاترال اسبيكت بتاع الجريتر تروكانتر. هو فين يا دكتور الجريتر تروكانتر؟ اهو قال الجريتر تروكانتر اهو، فاكر مين دي؟ دي اللينيا اسبرا صح؟ ادي اللاترال اسبيكت بتاعه، مش ده كده لاترال اهو، ادي لاترال وادي ميديا، ادي اللاترال اسبيكت اهي. تعالى كده نوصل العضله، تعالى نجمع الفايبر بتاعت العضله اهي، ادي الفايبر بتاع العضله اهي. اهي يا جماعه، ادي العضله اللي اسمها جلوتياس ميدياس ماسل اهي. دي العضله اللي اسمها ايه؟ اسمها يا دكتور جلوتياس ميدياس ماسل. طالعه منين تاني؟ طالعه من الاوتر جلوتيال سيرفيس، الاوتر جلوتيال سيرفيس، الاوتر جلوتيال سيرفيس بتاع الالياك بون بتوين ما بين البوستيريو جلوتيال لاين اهو والانتيريو جلوتيال لاين. هي العضله طالعه من بينهم اهي الحته دي.
طيب راح تمسك فين؟ وانا يا دكتور العضله دي راح تمسك في اللاترال اسبكت بتاع الجريتر تروكانتر، اللاترال سايد او اللاترال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر. طب يا دكتور العضله دي شفتها امتى؟ ما قدرتش اشوفها غير لما شفت الجلوتياس ميديس. يعني يا دكتور انا لو بصيت على الجلوتيال ليجن عندك من ورا هشوف ايه؟ اول حاجه هشوفها العضله اللي اسمها جلوتياس ماكسيموس، شيلها هلاقي تحتها جلوتياس ميديس، شيلها هلاقي تحتها جلوتياس مينيمس اللي لسه هناخدها. طيب ادي الاوريجين وادي الانسيرشن. طيب تعالى كده نتكلم على الجلوتياس مينيمس اللي هي اخر واحده اهي. تعالى بس نمسح، هنمسح دي كده ونحط مكانها تالت عضله من الجلوتيال ريجون اللي اسمها جلوتياس مينيمس ماسل اهي. لو جيت رسمت العظم بتاعي اهو، ادي عظمه السكرة من ورا، بص بقى عليها وانا برسم عشان تتعلم الرسم عامل ازاي. ادي عظمه السكرة من ورا اهي، ادي البيوبس اهي، ادي طبعا الفيمر، وادي المينيوس، ادي العظمه اهي، ادي البوستيريو جلوتيال لاين، انتيريو جلوتيال لاين، انفيريو جلوتيال لاين. تعالى كده يا دكتور نشوف العظمه، العضله اللي اسمها جلوتياس مينيمس. مش انا دكتور كان عندي جلوتياس ماكسيمس وميدياس، المفروض اخد المينيمس، هشيل الميدياس عشان اشوف تحتها المين المينيمس. اهي بص المينيمس يا دكتور واخده منين؟ واخده اوريجين من هنا اهو، ادي الحته اللي واخده منها العضله. اوصفها لي كده يا دكتور. والله يا حبيبي ده برضو الاوتر جلوتيال سيرفيس بتاع الالياك بون، صح؟ طب فين بقى؟ بتوين ما بين الانتيريور جلوتيال لاين والانفيريور جلوتيال لاين. يبقى تاني الميدياس كانت واخده بين مين؟ ما بين البوستيريو جلوتيال لاين والانتيريو جلوتيال لاين. امال يا دكتور المينيمس واخده فين؟ المينيمس واخده ما بين الانفيريور جلوتيال، سوري، ما بين الانتيريور جلوتيال لاين وما بين الانفيريور جلوتيال لاين. طيب العضله يا دكتور مجمعه نفسها كده وراح تمسك فين؟ بص العضله اهي راح تمسك في الانتيريور اسبكت بتاع الجريتر تروكانتر اهي. ادي العضله اهي، العضله اللي اسمها جلوتياس مينيمس. تاني يا دكتور واحده واحده كده، انت قلت لي العضله اسمها جلوتياس مينيمس، والله ده دي واخده من الاوتر جلوتيال، الاوتر جلوتيال سيرفس الالياك بون ما بين الانتيريو جلوتيال لاين والانفيريو جلوتيال لاين. فين برضو يا دكتور العضله دي مجمعه نفسها وراح تمسك فين؟ في الانتيريور اسبكت بتاعت الجريتر تروكانتر. فين؟ في خلي بالك ان العضله دي جايه من البوستيريور، انا كده في البوستيريور، العضله جايه من البوستيريور راح تمسك في الانتيريور، العضله جايه من البوستيريور فيو، من البوستيريور سيرفيس، راح تمسك في الانتيريور سيرفيس بتاع المين؟ بتاع الجريتر تروكانتر. عشان كده انا قطعتها لك، لان ليه انا مقطعها؟ انا مقطعها لان مش شايفها، المفروض العضله دي انا مش شايف الحته دي منها. المفروض انا مش شايف الحته دي من العضله، ليه؟ لان هي ماسكه قدام الجريتر تروكانتر قدام وانا مصور من ورا، فانا المفروض من مين مش شايفها. طب تعالى بقى نشوف نجمع الاكشن بتاع الميدياس والمينيمس مع بعض. انا كده عرفت الاوريجن بتاعهم والانسيرشن، تعالى نجمع الاكشن بتاعهم مع بعض. والله يا دكتور الاكشن بتاعهم الجلوتياس ميدياس والمينيمس، العضلتين دول يا حبيبي معديين فوق الجوين. بص واحده واحده كده معايا، مش ده يا حبيبي الشولدر جوينت؟ الجلوتياس ماكسيمس دي كانت معديه فين؟ كانت معديه ورا الجوينت، صح؟ ورا الجوينت اهو. امال يا دكتور العضلتين دول معديين فين؟ ده بص ده ليه معديه فوق الجوينت اهو، الجوينت اهو، الجوينت اهو، بص الجوينت اهو اهو، الهند بتاعت الفيمر اهي والاسيتابل اهي، فده كده الجوينت اهو، صح؟ بص العضله معديه فوق الجوينت، اباف الجوينت، بص ليه معديه فين؟ الجوينت اهو، العضله معديه فوق الجوينت، اباف الجوينت. اي عضله، اي عضله معديه فوق الجوينت هتعمل فيه ايه؟ بص كده، مش العضلات دي جايه من هنا كده اهي، مش ده كده، مش هنا الجلوتياس ميدياس وهنا الجلوتياس مينيمس، العضلات دي جايه من هنا كده ماسكه هنا كده فوق الجوينت هنا كده. طب كده شيء، بص بص هشد الانسيرشن اهو على الاوريجن، مش الاوريجن دايما بيكون فيكس يعني ثابت، انا هشد الانسيرشن اهو على الاوريجن، بص شد كده الانسيرشن على الاوريجن اهو،
اللي هتبص الفيمر بتعمل ازاي؟ بتبعد الفيمر بتعمل كده، فبتعمل ابدكشن اوف الهيب جوينت، عملت ابدكشن اوف الهيب جوينت، العضلات اللي اسمها ميدياس ومينيمس. طب تعالى كده، مش انا يا دكتور عندي شويه فايبرز بتوع المينيمس، مش المينيمس دي كانت ماسكه انتيريور يعني ماسكه قدام؟ بص لا، طالما العضله دي ماسكه قدام شد كده الانسيرشن على الاوريجن، لما اجي اشد الانسيرشن على الاوريجن بص اللي هيحصل في الفيمر، اهي بص ايه اللي هيحصل في الفيمر، هيحصل ميديال روتيشن، سوري الفيمر اهي صح، واحده واحده عشان نفهمها. الفيمر اهي، العضله دي جايه منين؟ العضله دي جايه من هنا كده من ورا، راح تمسك في مين؟ راح تمسك قدام، العضله جايه من ورا راح تمسك قدام. بص حرك كده الفيمر، شد الانسيرشن على الاوريجن، اهو انا هشد الانسيرشن على الاوريجن اهو صح. لما شديت الانسيرشن على الاوريجن، الفرنت بتاع الفيمر راح فين؟ الفرنت بتاع الفيمر يا دكتور طلع ناحيه اللاترال صح، اهو اعمل كده شد كده الانسيرشن على الاوريجن، شد الانسيرشن على الاوريجن اهو، سوري الفيمر الفرنت بتاع الفيمر دخل ناحيه الميديال صح. ادي الاسيتابلم، ادي الانفيريو جلوتيال لاين، هنا الجلوتياس مينيمس ماسل صح، راح تمسك قدام شد الانسيرشن على الاوريجن اهو، عملت الفرنت بتاع الفيمر، الفرنت بتاع الفيمر اهو دخل ناحيه ميديال صح، مش انا كده ميديال وكده لاترال اهو، الفرنت بتاع الفيمر عمل له ايه؟ حصل له ايه؟ دخل ناحيه الميديال كده، فسميته ميديال روتيشن، سميته ايه؟ ميديال روتيشن. يبقى العضلات دي عملت ابدكشن وعملت ميديال روتيشن. انا كده خلصت مين؟ انا كده خلصت الثلاثه اللي هم الجلوتيال ماسلز، فاضل لي الست لاترال روتيتور، ان شاء الله باذن الله هتشرحه في الفيديو الجاي عشان ما اطولش عليه.